باء كورونا مع تزايد حالات الإصابة به، ونوجه عنايتكم أيضا من خلال هذا العدد إلى أهمية التحلي بالمسؤولية المجتمعية والإنصات بتمعن لتدابير الوقاية والأمن من هذا الوباء. ظرف استثنائي راهن يدعونا مرة أخرى إلى أن نكون على قدر من المسؤولية والوعي لنمنع تفشي المرض بيننا وفي أوساطنا، والحل والعلاج بين أيدينا. وعينا يحمينا، وعينا يقينا من مرض قاتل وفتاك أصبح يهدد حياتنا وحياة من نحب، ومن أجلهم جميعا حياة أفضل وسعيدة لنا ولمن نحب. صباح الخير. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. ما عرضناه عليكم سيداتي يا سادتي يعتبر من أبجديات الوقاية الصحية، تفرض علينا ثالوثا وقائيا بما فيه ارتداء الأقنعة الواقية، مسافة الأمان والتباعد الجسدي. هذه هي الأولوية، هذا هو الامتياز اليوم في هذا الظرف الاستثنائي والراهم، ونحن نجند طاقتنا منذ تفشي هذا الوباء ومنذ ظهور الحالات الأولى في الجزائر. اندرجنا ومشينا ضمن هذا المخطط الوطني المتعلق بالتدابير الوقائية من تفشيه، وفي نفس الوقت لعبنا دورا مهما في حلقة الوعي والتحسيس والتوعية والتحسيس التي من المفروض أن نلعبها في كل زمان حتى القضاء عليه ومسحه نهائيا من وطننا. بعد الفاصل ضيف الصباح. نمسحه طبعا من وطننا بالتحلي بالمسؤولية المجتمعية، المسؤولية مسؤولية الجميع والوعي وعي الجميع، وفي نفس الوقت وجود المختصين والأطباء هو على سبيل الإرشاد والتوجيه. وما نعرضه اليوم من خلال برنامج هذا الصباح إن شاء الله سيفي بالغرض، سنصل إلى أن تجد كل هذه التوجيهات وكل هذه النصائح التي نوجهها الأذان الصاغية. أرحب بالدكتور فتحي بن أشن، هو طبيب مختص في الصحة العمومية ضيف برنامج هذا الصباح. صباح الخير دكتور، مرحبا بك. صباح الخير، معكم مبروك. اهلا وسهلا. وصلنا الى درجه الخطر، لان لا كما يقولوا ما نقدروش نخبيو الشمس بالغربال. يعني الان نحن المنطلق تاعنا هو عدد الاصابات اليوميه. عدد الاصابات الان امس تجاوز ال 490 حاله اصابه، الى ما نرجئ هذه الزياده في الاصابات دكتور فتحي بن اشلو؟ شوف، أولا نشكركم ونشكر وسائل الإعلام الجزائرية اللي راهي واضحة في التدخل تاعها وقائمة ببرامج لتنبه المواطن الجزائري وراهي تبلغ المعلومات. أولا المرض هذا، يا الفيروس هذا يا اللي يقولوا لك فيروس، ما هو الفيروس إذا تسمح لنا نفسره شوية؟ الفيروس هاو ماوش جاي من المريخ ولا طاح علينا من السماء ولا خرج من كاش فيلم تاع الرهب يعني يجي لا، الفيروسات كما خلق الله البشر على سطح الأرض خلق ما نسميه في العامة تاعنا الميكروبات. الميكروبات راهم عائلات، كاين البكتيريا، كاين الطفيليات اللي شامبينيون، وكاين منهم واخطر منهم هما الفيروسات. راني نستعمل الجمع فيروسات لان كاين عائلات، عده عائلات، وكل وحده تختلف، وكل واحد الشكل، كل وحده الشكل تاعها، وكل وحده الوظيفه تاعها. ناخذ الكورونا،
كورونا هذو هما سبعة إخوان معروفين متعودين بهم، ولكن هذه اللي لازم المواطن يفهمها، بأن الفيروسات من الخصوصيات تاعهم خصوصيات أساسية، ما يأكلوا ما يشربوا ما يحوسوا والو، عندهم القدرة باه يغيروا أنفسهم الشكل تاعهم والعداوة تاعهم. هذا الكورونا فيروس اللي راهو الآن ظهر على نسميوه كوفيد-19، يعني كورونا فيروس اللي بان في 2019، هو بان في 2019 ديسمبر تقريبا العلماء راهم يختلفوا، كاين اللي يقول لك بدا كيما يقولوها بالدرجه تاعنا بدا يتسوفج من 2019، اكثر ما تسوفج ولا قاتل. ما معنى قاتل؟ ماشي قاتل لانه خطير، عنده جانب خطورة أقوى. والبارح العلماء بلغوا بأن راهو زاد أكثر في الخطورة في التنقل تاعو في العدوى تاعو، يعني ولت عنده خبرة كبيرة وسرعة كبيرة للتنقل من شخص إلى شخص آخر. الخصوصيات، هذا الفيروس كورونا ما يتنقل إلا وفقط، ونأكد على هذه، إلا وفقط من بشر إلى بشر، من شخص إلى شخص. الشخص هو اللي ينقله، والفيروس هذا يستعمل، ما عندوش الرجلين، قالوها شحال من الخبراء واللي دخلوا، ما عندوش الرجلين، ما عندوش باه يتنقل. الشغل تاعو هو إنسان، هو اللي ينقله. هنا نفهموا لماذا نديروا الكمامات، مش إلا وفقط في الجزائر، هذا رويهم البشرية. هذا ندهش في بعض من المواطنين يقول لك هذا في الجزائر ولعبوها لنا وما كانش وقع. هذا ماشي في الجزائر، هذا في البشرية، لازم نفتحوا عقولنا. مش كان لا جات في الجزائر نقولوا معليش، نقولوا يا سيدي نتبعوا هذا الهبال. ولكن هذا ضيع الكمامات بأن نديروا جدار باه الفيروس ما يتنقل، لازم كل بشر على سطح الأرض، والله وتكون جزائري ولا وتكون صيني ولا تكون أوروبي ولا أمريكي. هاي البارح لو سمحت في التلفزة رئيس أمريكا اللي كان ينفي أول مرة يضع أول مرة ويبان بالكمامة، وما زال عندنا ناس هنا. وكيف هذا الفيروس يغتنم الفرصة، وهنا ندخلوا للتوصية الثانية، يغتنم الفرصة الخصوصية تاع لما احنا نتكلموا ولا نتنفسوا رانا نوزعوا. اشغل لو سمعت شغل هذيك في ليتوكس تاع الهواء، نوزعوا كي يتوزع كاينه سرعة كاينه قوة. نعطي مثال، لما واحد يسعل هذيك القوة تاع الهواء اللي يخرج ولا يعطس 200 كيلومتر في الساعة. هذو دراسات علمية. قالوا خمم لو نكون قريب ليك وما نديرش كمان أكثر من هذا الشيء، أكثر من هذا الشيء، ولو ما نسعلش ولو ما نعطش. وهذه كلها دراسات علمية، كاين علماء متخصصين في هذا. ولو ما نسعلش إلا وفقط نتكلم معك، راني نبعث بعض القطورات في الرذاد هذا، في الرذاد دي قتلت بالمرساوية تعب، والفيروس يسكن في كل قطيرة هذيك ويتوزع. إذا كون قريب لك راني نوزعهم لك، وكاين دراسات وكاين الشريطة هاوين يروح يلصق هذاك الفيروس. ولما نمس بيدي ونواسي راني ندير يدي في فمي. وثاني كاين دراسات اللي في الماء شحال من خطره البشر يمس وجهه، يمس الوجه تاعو راهو ينقل. وهذا الفيروس اللي بقول نهضر هنا وما ننظفهاش عنوان، هذه ينجوز للتوصيه الثانيه، هي المسافه ما بين الشخص والاخر. هما يقولوا متر،
هي الافضل للان. راح نوصلوا نتحدثوا اكثر زوج امطار تفضل. راح نزيدوا نتكلموا اكثر ونزيد نوعيوا اكثر ونقدموا هالنصائح والتوجيهات لكل مسلم. هذا واقع، هذا هو صار كما ذكرنا. ما عندناش واش نخبيوا اليوم، الحمد لله الجزائر كانت سباقه في اتخاذ كل الاجراءات، والحمد لله ايضا الجزائر يعني كانت يعني حتى تعاملت بمصداقيه مع هذا المرض، تناقلت يعني من خلال حتى تعيين لجنه خاصه لرصد ومتابعه هذا الفيروس. وكنا محظوظين لو سمحت لان كانت عندنا التجربه اللي صراو في ايطاليا، في الصين، في فرنسا، في اسبانيا، كنا محظوظين مع اللي هنا كنا تلاميذ مجتهدين. نعم. كرونولوجيا وباء كورونا تضعنا في صورته وسيله بشارب في هذا التقرير. 17,808 حالة مؤكدة هو عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة منذ بداية تفشي الوباء بالجزائر. أيها المواطنين والمواطنات، انطلقنا في حملة تحسيسية تحت شعار نع مدينتي بدون وباء. بالإضافة للحملات التحسيسية، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير للحد من انتشار الفيروس، من بينها حجر شامل على ولاية البليدة التي عرفت أولى الحالات. مرجو من المواطنين التزام مساكن تحم الخروج إلا للضرورة. خطوة تلتها خطوات أخرى تمثلت في فرض حجر جزئي في بعض المناطق وتحديد لمواقيت التنقل بالنسبة للأشخاص وغلق للمحلات، لكن هذه الإجراءات لم تكفي للحد من انتشار الجائحة. احتياطات خديناها الحمد لله في الجزائر، خديناها من الأول، يعني هذه الحاجة البوزيتيف، الحاجة الإيجابية، الاحتياطات خدات من الأول. كثفت الدولة من حملات التعقيم في جميع الفضاءات والمؤسسات وفرضت الأقنعة الواقية أملاً منها في الحد من انتشار الكوفيد 19. وبعد تخفيف الحجر عرفت المحلات والأسواق تهافتاً غير مسبوق للمواطنين عليها دون أدنى احترام للإجراءات الصحية. وزارة الصحة جندت من جهتها كل الإمكانيات المادية والبشرية للتصدي للفيروس، لكن أطقمها أنهكت بسبب استهتار المواطن. نطلب منهم حاجة، الأطباء هنا والممرضين وكاع اللي يخدموا في الكوفيد راكم شفتوه الحمد لله يخدموا ما شاء الله، الله يبارك. دونك نطلب منهم يعاونونا في حاجة، ما كاش تجمعات ويحترموا هذا الحجر الصحي اللي ما راهوش لعب. من فضلكم احترموا برك هذيك لا ديستانسياسيون، احترموا القوانين راهي بارتو في الجزائر، راهي مكتوبه كيفاه لازم يوعيوا نفسهم، كيفاه يعاونونا، باسكو كلش يعاود يولي علينا حنايا. دونك سيلفو بلي عاونونا باش نقدروا حنا نعاونوكم. طريقه انتقال الوباء تبقى غامضه، وعليه تحولت ولايات سطيف، بسكرة، وهران، خنشلة، وورقلة الى بؤر جديده لتفشي المرض. رئيس الجمهورية اتخذ إجراءات جديدة يوم الخميس من شأنها تدارك النقائص والخلل المسجل في الميدان، وعليه تقرر منح الصلاحيات لولاة الجمهورية لتموين وتسخير كل الإمكانيات، منع حركة المرور ما بين الولايات 29 لمدة أسبوع ابتداء من يوم الجمعة، منع النقل الحضري العمومي والخاص خلال العطلة الأسبوعية فقط بدءا من يوم الجمعة، التكثيف من تعقيم الشوارع والأسواق، تقديم تحفيزات مادية للأطقم الطبية، وتكفل الدولة بتأمين خاص لهذه الأطقم المتواجدة في الخطوط الأمامية في هذه المعركة، إشراك المخابر العمومية والخاصة في إجراء التحاليل، إشراك لجان الأحياء والجمعيات لتأطير وكشف الحقائق. إذن سخرت الدولة جميع الإمكانيات للحفاظ على سلامة المواطن مراهنة على حسه المدني وروح المسؤولية لديه، ورفضت الحكومة اعتماد مقاربات استخدمت في بعض الدول على غرار مناعة القطيع في بعض الدول الأوروبية أو المقاربة الأمنية في الهند التي أحدثت هذه الصور صدمة كبيرة لدى الرأي العام في حينها. فمتى سيعي المواطن أن الكورونا جائحة حقيقية وأن الأرقام مؤهلة للارتفاع في المرحلة القادمة؟
ومنطلقنا في هذا التقرير ليس ديباجته المتعلقة بالأرقام، لأنه بلغة الأرقام ارتفع العدد ليس 17,000 ولكن اليوم للأسف أصبح 19,689 حالة، في حين سجلت أمس 494 حالة. تعددت الأسباب دكتور فتحي بن أشنو، ربما فتحنا نقاشنا بالحديث عن أنواع الفيروسات. دكتور فتحي، الأسباب كما قالت وسيلة ربما في تقريرها الأسباب غامضة، ولكن أقول ليست غموضة ما يمكن أن يكون في متناول الإنسان، يعني بما فيها هذه التدابير، ارتداء هذا القناع على الواقي، ممارسة اليوم حضارية من منطلق أننا يجب أن نتعايش مع المرض، ليس كما بدأ المرض كنا في حجر يعني كلي في بعض المناطق وغيرها. يعني شوف، حقيقة كان غموض. أولا لما نتكلموا مع المواطنين، لما نديروا تربية صحية، لما نديروا تنبيه للمواطنين بيحافظوا على الصحة، لازم الألفاظ وبعض التوصيات يكونوا قاعدية بسيطة. يا للأسف قلتها عدة مرات، كاين اللي يتكلموا مع المواطنين ولكن بخطاب تقول راهم في ملتقى دولي بين متخصصين في هذه. لا، مثلا فهم لماذا كاين الكمامة، فهمنا في البداية واشن هي الكمامة، لأن مرتبطة بخصوصية التنقل تاع هذا الفيروس، التنقل من شخص إلى آخر. نعودوها ونكروها، من شخص إلى آخر، فقط من شخص إلى آخر. لما نتكلم معك راني نبعث أي بشر راهو يبعث الميكروبات الفيروسات إذا سكن فيه، واحدة. ثانيا لهذا الشأن لازم الكمامة، لازم نديرو جدار. ثالثا في الشارب في التحقيق شفنا كاين شي ناس لا، الكمامة هاي كيف تتبلاصة، تنشد من تاع الودنين وتتواسى، ما لازمش نمسو بيدينا. أنا مسيت، هذه عندها أهمية كبيرة، ولما نحيوه نفس الشيء ونضيعه، وما نقعدوش نحيوه ونردوه، وكاي اللي هبطوا حتى الاخر، كاي اللي هبطوا. دكتور فتحي، في وقت مضى حتى كان عندنا اطماع، يعني اسمحوا لي مشاهدين على هذه الكلمه، خياليه، يعني اطماع خياليه نقولها وجه الصيف، خلاص يطلع الدركه السخانه وسخانه راح تقتل الفيروس، ولكن للاسف الان رانا في شهر جويليا، درجه الحراره تجاوزت 35 درجه، الناس راهي داخل بيوتها المكيفات. ممكن نتحدثوا على هذه النقطه ايضا دكتور؟ شوف، لما بانت في البداية في العالم كله والعلماء والمختصين كان ما عندناش معلومات على حول هذا الفيروس، لأن هذا الفيروس كنا نعرفوه كان عقل، وكنت قلت لك في البداية تسوفج ولا قاتل، كيف كل واحد تعرفه ومولف به حتى يخرج لك خرجة جديدة وخرجة خطيرة. لهذا الشيء اللي قال يقوله، ودنا مقارنة، العلماء داروا مقارنة مع فيروس الزكام الموسمي لا غريب سيزونيير، اللي عندها واحدة طريقة يعني تطلع وتهبط وكي يجي سخانة تموت، إلا وفقط ما بين نوفمبر وأفريل المي، يعني كيطلع درجة الذروة وبعد تهبط. ولكن هذا علم، الناس متركزين على العالم كله، بداوا بعض الحالات يظهروا في السعودية في الإمارات وين طول العام درجة الحرارة مرتفعة. جاءوا العلماء قال لك كيف هذه تما كاين درجة الحرارة مرتفعة، ولكن رغم هذه اللي راه موجود الفيروس، حبسوا، خذوا قرار بأن هذا الفيروس ما يتأثرش خلاص بدرجة الحرارة. يعني 50 دقري ولا 3 دقري ما يتأثرش، يقعد حي. هذه واحدة اللي سميتها أنت كانت عندنا غلطة ولا كنا نطمعوا، يعني نطمعوا الإنسان يطمع الإنسان طبع الإنسان، ولكن الحمد لله عندنا العلم، المعلومات العلمية راهي يوميا تلحق بما فيها انتقال عبر الهواء. آخر حاجة ربما انتقال عبر الهواء، هاي حاجة أخرى كنا نقولوا لما يكون يتكلم كيما يلحقش به يلصق في بنادم راه يطيح يموت. الآن بعض المعلومات وبعض العلماء أعطوا توصيات، قريب 20 عالم توصيات رسالة مفتوحة يقولوا بأن راه يقعد في الهواء بالأخص في الأماكن اللي مغلوقة، عيطوا له لي في أيروسول، شغل هذيك تاع يقعد
الميكرو اكتوب البخاخه يعني البخاخه يقعد هذيك البخاخه يقعد موجود وقت وقبل ما يطيح ويموت. لهذاك الشان لازم بالاخص وكي راني نقول هذه بالاخص في الاماكن المغلوقه تحتاج التهويه تغيير الهواء. وهنا نديروا الفرق ما بين التهويه والتبريد. خاطر حنايا كي نقولوا كليماتيزور خلاص، والكليماتيزور فيه خطوره قبل ما يمشي. ورانا تقدمنا هذه كان لازمنا من قبل نقولوها، راني نتقدمها. كل كليماتيزور فيه صفايه ان فيلتر، بانه عام كامل ما خدمش تصراو دراسات حول هذا الصفايه اللي موجوده داخل الكليماتيزور، صابوا فيها الفيروس موجود. لهذاك الشان التوصيه للمواطنين قبل ما تمشيو الكليماتيزور ولا رغم اللي يمشي، نحيو هذاك الفيت يعني ساهل، وغسلوه نظفوه وعاودوا واسيو. هذا يتطبق للمنازل وللسيارات، خاطر الان السيارات ولات كاين منزل نشعلوا الكليماتيزور. ما ننساوش بان الكليماتيزور ينجم ينقل بعض الامراض، بان التغير المفاجئ تاع درجة الحرارة، نكونوا في الهواء التلق درجة الحرارة، وكاين بعض معتدلة والداخل معتدلة، وكاين بعض السائقين السيارة تاعهم تقول راك في كي تركب تقول راك قطب الشمال تولي تستفق بالبرد. الهواء اللي نتنفسوه، الهواء هذا اللي نتنفسوه عنده درجة الحرارة وعنده نسبة الرطوبة. هذا الهواء ماهوش هكاك، عنده خصوصية تاعه. هذا التغيير المفاجئ من هواء في السيارة يكون بارد كثير 19 دقري تحس بأنها، ومن بعد ما نحيش نعيشه داخل السيارة لازمنا ننزله. هذا التغير بين 19 دقري ولا 20 دقري ولا أقل والدرجة الحرارة تاع المحيط اللي تكون 30 ولا، هذا يسبب أمراض. واحدة اثنين، المبرد هذا الكليماتيزر كانوا سبب في أمريكا ظهور واحد المرض دائما سببه فيروس ماشي الكورونا، فيروس آخر. هذا المرض سيبو لا ليجيونيلوز. لا ليجيونيلوز هذه الكلمة التسمية جاية كان اجتماع تاع قدماء الحرب، لا ليجيون لي ليجيونير. وهذوك الناس اللي كانوا موجودين في هذيك القاعة عاشوا بمرض دائما مرض الصدر السعال وكلش، وداروا بحوث صابوا بأن السبب هو فيروس. ركتوا بأن نوليو هنا الفيروسات فيهم خطورة كبيرة وموجودين عدة أنواع. قلت لك كاين عائلات تاع الفيروسات. وللآن حاجة واحدة أخرى لازم نمحيه، والمواطنين يمحيهم من الأذهان تاعهم هذيك اللي كاين مرض تجيني سعله ولا نروح وراهي هو زكام موسمي عادي، هذه ماهيش حاجه اللي تاثر فيها. يعطيك الصحه، وعندنا الفكره نروح للصيدلي نشري الدواء. صحيح، احنا هذه الفكره تاع الدواء ضد السعله السيرو ضد كذا وكذا. في قضيه الفيروس كورونا حقيقه كاين السعله، ولكن سعله خاصه لان هذا الفيروس راوي يسد سبحان الله العظيم كل مجاري الهوائيه تاع الهواء. البنادم راه واقف وراهو يجيف خاطر ما ينجمش يتنفس. وكاين بعض الصور الدقيقه، صور علميه يبين الاشعه يعني الاشعه كيف الفيروس يسد ثقبه وثقبه. خمم واحد يجيك فجاه راوي يغسل الناس وها هي المشكله. وزياده على هذه راهو يدير ازعاج كبير في كل الوظائف تاع ذات الانسان، ما بينهم الدم. الاكسجين مرتبط بالاكسجين اللي يعطيك صحيح، واللي ما يلحقش الاكسجين الدم علاه؟ الدم يتكبد سبحان الله العظيم. الدم تاعنا الله سبحانه كي خلقنا عنده خصوصيات به يتسرب يتسائل. هذا الفيروس تدهش سبحان الله العظيم الشياطين تقول هذا ياثر على الدم ويكبد الدم. راك تشوف اللي يدير هون كبير. ثانيا ماهوش موجود الا وفقط في الجهاز التنفسي، صابوه في الدماغ وصابوه في الجهاز تاع الهضم، ويتنقل على طريقة الفضلات. الفضلات هذيك هي اللي مشكل. والان كاينه وسيله اللي تبين لنا باللي
وجود الفيروس والكميه تاعو لما راهم يديروا تحليل المياه الغير الصالحه للشرب، خاطش بانه موجود في الجهاز الهضمي ومن بعد يخرج في الفضلات ويروح للشبكه تاع الصف الصحي. يعطيك الصحه، راهم يديروا التحاليل تاع هذا الماء. وش هي توجيهاتك ونصائحك انت طبيب دكتور فتحي بن اشنو؟ ونعرف يعني قربك حتى من المواطن، حتى طريقتك في تبليغ رسالتك هذا الصحيه. حبينا نبلغوا رساله صحيه من خلال برنامجنا اليوم عبر شاشه التلفزيون. شوف هذه لازم نفهموها، نخليو كاين فكره سياسيه، خلينا للمواطن، انا يعني نتكلم مع المواطن. هذه ماشي لاصقه بالسياسه ولا خاطر كاين جماعه نقولوها بالعاني داروه فيروس وحكايات كما قال الاخر حكايه غرامي. هذا الفيروس موجود وهو اللي مسيطر على كل العالم، كل العالم ما حتى واحد ما يدخل فيه، وما ننجموش هو أقوى منا. ولكن العلم بفضل الله، العلم بيننا بأن هذا الفيروس ضروري وأساسي يتنقل من شخص إلى آخر، الشخص إلى آخر في العالم كله ماشي غير في الجزائر. هذا الفيروس ما عندوش جنسية، هذا الفيروس ما عندوش جواز سفر ولا يتبع السياسة ولا الحكم، ما هذا فوق كل هذا الشيء. هو يتنقل، هو أقوى من أي بشر على سطح الأرض. الوسيلة الوحيدة هي ضروري هذا الكمامة، هذا الماسك ضروري. حاجة أخرى، كاين اللي يقول لك أنا حريتي تسني ندير الماسك ولا ما نديروش، طبعا، ولكن أنا ندهش كيف في نفس الوقت يقول لك أنا مسلم والإسلام الإيمان تاعنا يقول لك باللي التصرف تاعك راه مرتبط بالمسلم الآخر. والسبب أكبر سبب هو لما أنا بعيد الشر أنا نكون سبب به نقتل ألوفات. راك تشوفوا الأرقام، وأنا نعرض الناس اللي يشكوا ويقول لهم ما كاش منها، أروح تشوف واحد في السرير تاع الإنعاش كيفه عنده التيوات في نيفو، تيوات في يده، في المخرج تاعه، في الذكر تاعه، هذاك الوقت لا عندك الكورات، كمل وقول ما كاش منه. والله يحفظ كاع المؤمنين. امين ويحفظنا جميعا. شكرا جزيلا لك دكتور فتحي بن اشن، هو طبيب مختص في الصحه العموميه. النداءات دائما تتجدد عبر كل الفضاءات لان الاعلام يلعب دورا مهما جدا في توعيه وتحسيس المواطنين. هذا هو الدور الريادي الذي نلعبه اليوم من خلال البرنامج هذا الصباح، ولعبته المؤسسه العموميه للتلفزيون منذ ان تجندنا. وانا اقول تجندت الدوله ككل من اجل وضع مخطط وطني لمنع تفشي هذا الوباء. نداءات دائما للمزيد من الوعي واليقظة من أجل الالتزام بالوقاية الصحية. يقول عمر بعلي في هذا الروبورتاج. الحذر الوقاية خير من العلاج. كانت هذه آخر الكلمات لهذا المصاب بفيروس كورونا ساعات قبل وفاته، متأثرا بمضاعفات الإصابة. فهل تجد كلماته آذانا صاغية وعقولا واعية؟ غير أن واقع الحال عكس ذلك، استخفاف واستهتار بأبسط إجراءات الوقاية. ديروا الكمامة، غسلوا، انتلوا في رواحكم، ما تخرجوش، ما ديروش جماعة، كونوا كل واحد وين، وربي يعجل الخير. نشوف أنا بعيني، أنا وقفت على السيادة بعيني والحمد لله يا رب. ونتمنى ان شاء الله واحد ما يوصلش للموقف هذا، وانما واحد يدير الاحتياطات تاعو. هذا ما نقدر نقوله ان شاء الله. واش لازم تستعمل البافيت، ولازم تخرج الا للضروره، ولازم دير احتياطات تاعك، لازم ديرها اوبليغاتوار. ما كانش زعما تاع ما كانش منها، ولا كي تقبضك تولي تامن به. وابطال الصف الاول بامتياز الاطقم الطبيه تناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية. خمس شهور أنا كل يوم مناوبة، عندي 24 ساعة ل 24 ساعة مناوبة. هنا جو كيت با لوبيتال، راني اش 24، راهم ميزونفو عند مي بارون، وبحكم المداومة الليلية أنا وصارت لي كونتاميناسيون تعديت،
والحمد لله برينا الحمد لله احنا صغار بصح نخافوا على الكبار تاعنا. الناس ما يامنوا كي يمرضوا باسكو جاونا هنا ناس كانوا ماهمش مامنين ماهمش مامنين بالمرض داروا الحجر 25 جور 30 جور داروا الحجر في ديارهم خرجوا مره واحده تعداو كيما احنا رانا نخافوا عليكم ونسهروا على الصحه تاعكم ماذا بينا انتم تخافوا علينا وتخموا فينا شويه وتخموا في عينتنا. الاستهتار واللامبالاة يؤديان بنا إلى مصير مجهول. في هذا الوضع الصحي الراهن يجب علينا التحلي بروح المسؤولية، فوعينا هو الذي يحمينا. فهل ينفع الحديث بعد هذه الصور؟ الأكيد لا ينفع، لأنها مشاهد نتأسف لها مأساويا نتابعها يوميا سواء حتى على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر كل الفضاءات التي تتداول في بعض الأحيان هذه الفيديوهات المؤثرة والمؤلمة. أذكر أيضا بأننا عندما نعرض هكذا مواضيع إنما نحيي في الصفوف الأولى لمجابهة هذا الوباء بما فيهم الأطباء والمرضى، نحيي فيهم نشاطهم وعملهم الدائم الذي استمر لخمسة أشهر ولكن أقول لفترات وأزمنة طويلة. وجب أن نقف بوعي وأيضا في نفس الوقت وأن نتحلى بهذه المسؤولية المجتمعية من أجل أن نقلل من هذا المجهود الذي يقع على عاتقهم وأكتافهم، فلهم كل التحية ولهم كل التقدير. في انتظار طبعا أن أستضيف وأستقبل البروفيسور محمد يوسف رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك بعد قليل. إذا الأعداد اللي راها مسجلة طلعت يعني أنه فيه إهمال، هذا هو المعنى نتاعو، فيه إهمال. الطرق اللي نصحوا بها الأطباء للوقاية من هذا الوباء لازم تحترم، لازم الصرامة، لازم الصرامة في احترام هذه الوسائل الوقائية وطريقة استعمالها. الوقاية تحسيس الناس على استعمال الضروري واللازم للكمامات وطريقة استعمالها، كذلك استعمال المعقم يوميا كما شرحه الأطباء المختصين في الصحة، وكذلك عملية التعقيم والتباعد الاجتماعي. الرسالة التي أود أن أوجهها لهذا المنبر أني أنصح نفسي أولاً وإخواني من الجزائريين والجزائريات أن يلتزموا بكل الإرشادات والنصائح الطبية التي توجه لهم عبر القنوات والإذاعات وصفحات الفضاء الأزرق في فيسبوك وغير ذلك، نلتزموا بها لأن هذه النصائح والإرشادات هي يعني شفاء لهم. إذا لم نلتزم بهذه الإرشادات فالأمر خطير، وقد نرى عدد الإصابات يرتفع يوماً بعد يوم. سأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. أيضا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله أن نتضرع إلى الله. ربي سبحانه قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لابد أن نتضرع إلى المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن نكثر من التسبيح والاستغفار الدعاء التوبة، نكثر من الصدقة، لعل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء. صافي درجة الوعي عند المواطن الحمد لله، رانا نشوفوا فيها المواطن بدا يتأقلم مع هذا الوباء. بقى شيء آخر، هناك بعض الأشخاص اللي ما يحترموا لا الحجر الصحي، ما يحترموا لا الوقاية، ما يديروش هذو لي بافات هذوما. واحد يقول لك ما يعرفش نتنفس، واحد يقول لك تقلقني، واحد يقول لك عندي لاليرجيك منها. يعني على كل احنا كمواطنين ما بيناتنا نقصروا. الا شتبان لي نتايا دير لك لاليرجيك، سي كيف تقصر ولا كيما تعتقضي ولا دير تباعد ماشي متر، دير 4 مترات. حتى هكذا ان شاء الله نحفظوا كاع روحتينا ونحفظوا الاهل تاعنا. انا نوصيهم ونقول لهم يا خوتي الواحد باتخاذ التدابير اللازمه ويعرفوا كيفاش يمشوا والتباعد الاجتماعي ويكونوا. انا نطلبوا من الناس ما يديروهاش شغل حاجه سهله. باسكو الامر هذا راه خطير وخطير جدا. كل انسان يلتزم الحجر الصحي في المنزل تاعو. هذا الوباء ما راحش يزيد كما يقولوا لنا نقدروا نقضوا عليه، باش ما نوصلوش كما الدول الغرب حتى نولوا في حاله اللي ما نقدروش تسمى نحكموا فيه الوباء هذا. كل انسان ياخذ الاجراء تاعو في المنزل تاعو مع الابناء تاعو،
الوقايه، لابافات، التعقيم. الأولوية إذن لهذه التدابير الصحية. أرحب بالدكتور محمد يوسفي، أذكر هو رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بوفريق. دكتور صباح الخير، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. أين وصلنا اليوم؟ بعد 5 أشهر الحالات لا تزال تزداد. دراسة واقع، وأنت رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بوفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. شكرا على الدعوة. مشاهدين القناة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالطبع رانا خاصه نحن كان عندنا نقولوا الشرف ما بين قوسين باستقبال اول حاله في مستشفى بوفريك، اول حاله جزائريه في 29 فبراير. رانا بالضبط عندنا 4 شهور ونص، رانا في الشهر الخامس بدون انقطاع. شفنا ومشينا مع الوباء هذا، الحالة الأولى، الارتفاع، العد كمية التصاعدي، الذروة، العد التنازلي في رمضان، واللي كنا هذاك الوقت رايحين تدريجيا نخرجوا تدريجيا ونتحكموا، وبعدها وراح نريو الأسباب في أواخر رمضان وبعد العيد الانتشار العدوى في تقريبا كل وطن. الولايات اللي ما كاش فيها حالات ولات فيها حالات ولا وحالات كثيره، وانفجار الحالات مباشره بعد العيد، والاسباب انا نعرفها. ولكن اخ في النقطه هذه علاش عطيت لك هذا المسار؟ هذا المسار كل مواكبه اسلاك الصحه، مواكبه نفس الاشخاص. اي المريض هذاك اللي مرض فيه في شهر مارس، الحمد لله راه برا وراه في داره ولا راه في العمل تاعو، واللي شهر في افريل نفس الشيء، واللي توفى ربي يرحمهم ونطلبوا من الرحمه من مواطنين ومن ومن من, من, من عمال الصحه، يا ربي يرحمهم هذوك ان شاء الله، نطلبوا من الرحمه. واللي قلت لك تقاسوا وبراو، ولكن اسلاك الصحه هذا، وانا ناكد وخاصه احنا ونقولها في ولايه بوليده، بؤره الوباء وخاصه مستشفى بوفريك اللي فيه عدد اكبر عدد اللي نتاع الحالات اللي استقبل، رانا اكثر من 1700 حاله اللي استقبلناها منذ بدايه الوباء. نفس الفريق اللي راه مع واكب هذا الشيء، راه في حاله ارهاق كبير اللي ادى من البعض منهم الى حوادث، الى باش يلحقوا هما الاستعجالات وهذا، وباش يؤديوا الواجب تاعهم، وما زال واقفين باش يدوا الاجمل. ولكن الفريق والاسلاك الصحه اللي يكونوا موجودين في شهر مارس بهذيك الشحنه هذيك، هذيك الشحنه هذيك في شهر جويليه، هادو ناس، هادو كيما هذا انسان، هذا عنده طاقات كيما يقولوا بدنيه ومعنويه ماهيش لا نهايه. وما نساوش باللي هذه الظاهره هذه وهذا كيما يقول جاي هذه تاع هذا الوباء هذا، اول مره تشوفوا الانسانيه راهي كيما يقولوا يقاس كل انسانيه. ولكن هنا كيما يقولوا نوجه نداء الى الضمائر الحيه، نداء تسمح لي للمواطنين وللسلطات، وباش يكونوا يعاونونا. هذا كي قلت لك فريق، هذا بالنسبه للمستشفى بوفريك اغلبيه الساحقه تاعو ربات بيوت ويعملوا ساكنين في العاصمه، ويوميا يجوا البوفريك. تصور هذاك الضغط، وما نهضروش على الضغط اليومي في الاسعافات، الضغط اليومي وعدم الاحترام من عند بعض المواطنين، ما عندها اسبوعين في الاستعجالات، كان اعتداء بالنسبه للطاقم الطبي في منذ الخميس، هذا مش هذا اللي قبل، حتى في ولايه مسيليه سجلت يعني بعض الخروقات، يعني لا اعتداء على الفريق الطبي اللي قائم بالكورونا، اللي قائم بالكوفيد، الشيء هذا كل اللي داروا. اذا المشكل رانا نقولوا الامر بالنسبه لنا كاين الخطوره، انت باش الانسان يكون واضح، الخطوره بالنسبه لارتفاع
الحالات، وكان كاين خطورة أكثر بالنسبة للحالة نتاع المآزر البيضاء نتاع أسلاك الصحة اللي هي اللي راهي واقفة، هي اللي راهي واقفة بدون انقطاع. نعطيك مثال تاع مستشفيات وتقدر تكون في ولاية عليها قلت مستشفيات، خطر من أول حالة. كاين ولايات اللي جاو من بعد، جاو في مارس، جاو في أفريل، والحالات بدأت تزيد منذ شهر وشهر ونص. احنا من اول اذا هاد الناس هذوك اذا نراعيو هذاك الشيء. قلت لك الخطوره راهي لهنا، هذوما اللي حاكمين بالنسبه للوباء، مش غير الوباء، المنظومه الصحيه. اذا المنظومه الصحيه لك الناس هذو اللي حاكمين راهم في ارهاق كبير، كيف رايحين نقابلوا الارتفاع نتاع الوباء. لذلك النداء اولا للمواطن الجزائري، المواطن الجزائري. تفضل الاخ دكتور بنشرول ضيفك قبل لنحييه امام، وقلت عده مرات المواطن هذاك اللي يقول ما كاش منها الاخر، قول عده مرات روح المستشفى. اي مواطن عنده مستشفى قريب ليه يدخل المستشفى يشوف الحاله تاع انت على الكورونا. الكورونا اللي ما عندها حتى علاقه مع السياسه ومعاهم داروها لنا وداروها لنا باش نحبسوا الحراك وداروها لنا باش سبحان الله. هذا امر مع عند ربي سبحانه وتعالى، وباء اللي لازم كما يقولون نقاوموه. تجي تقول لي انت يا هذا ما كاش منه يعني. ومن بعد من بعد من بعد انت اللي تقول ما كاش منه، انت اللي عندك العدوى. خطر الاغلبيه باش نقولوا الاغلبيه تاع الحالات راهي حاملات حامل الفيروس. الناس ينسوا باللي 80% تاع الحاله تاع الكورونا بدون اعراض. اذا انت كل الجزائريين حتى نثبت العكس هما حاملين للفيروس، حتى نثبت العكس مش بالعكس، حتى ندير تشخيص الشامل، وهذا مستحيل نديروه في الجزائر وعده بلدان متقدمه مستحيل نديروه. اذا باش نوليو كما يقولوا الاجراءات الوقائيه، اذا انت راك حامل الفيروس، اذا من بعد انت كي تروح وتعدي الزميل تاعك اللي راك معاه، وهذاك الزميل تاعك يروح يدي الفيروس، ورانا نشوفهم دوك عائلات كامله عندنا في المستشفى. المستشفى راه مكتظ، عندنا في مستشفى بوفريك عندنا منذ تقريبا شهر يوميا عندنا 135 منها 75 سرير، منها 75 للحالات المشبوهه يوميا. نخرجوا منها 15 20 30 في نفس اليوم يتعمروا يوميا. الطاقه انا قلت لك، وهذا تتصور الحاله تنفذ الطاقه الاستيعاب. لا يوميا قلت لك بهذوك الطاقات بهذوك الاسلاك هذوك تاع الصحه اللي النص الكبير تاعهم قلت لك ارهاق، والنص الكبير الثاني اللي تعداوا بالكوفيد. عندنا مراقبين، عندنا اطباء، عندنا مراقبين طبيين، عندنا شبه طبيين اطباء اللي تعداوا. هذا سائقي اسعاف حتى واحد منهم توفى الله ربي يرحمه جمال طلحي اللي كان من اول كما يقولوا الضحايا نتاع الكوفيد. هذو كل عدد ينقص من كما يقولوا من الاسلاك اللي راح نقوم. اذا راني بعدد مر ناقص بالنسبه للاول وارهاق. اذا نعاود نولي قلت لك هذاك اللي من بعد يدي العدوى. رانا عندنا عائلات تلقى ثلاثه اربعه خمسه، ومن بعد يجيب يماه باباه يجيب جده وجده اللي الذنب تاعهم واش الدم تاعهم مريحين في الدار. هذاك الشاب ولا الشابه هذيك جابت له العدوى، جابوا له العدوى من برا. هاي الواقع المر اللي راه عايش، يعني هذه المشكله الحقيقيه. هاي الواقع المر اللي راه عايش هو يخمم وما كاش منها الاخر. خممت واش راك دير للعائله تاعك، خممت. وهذا ماش رانا نقولوا كلام، هذا الناس تجي تتاكدوا تشوفوا على الامر الواقع. والناس اللي راهم عندنا في المستشفى واللي خرجوا من المستشفى ياكدوا لك. عائلات كامله تلقى مع عائلات كامله بالولاد نتاعهم بالجدود بالجدات راهم تتعداوا على اثر تهاون من ناس اللي احنا نعرفوا انه كبار السن عندهم هشاشه يعني في حل النظام المناعي ديالهم، يعني ما يقدروش يعني يقاوموا هذا الفيروس. وهذوك هما اللي متعرضين اكثر خطوره ويديروا حالات خطيره ويروحوا الانعاش. ورانا نلاحظوا منذ الشهر ده منذ من العيد لهنايا الحالات اللي كانت ناقصه في رمضان وكانت حالات بسيطه وبدينا نخرجوا ولات حالات اكثر وحالات اخطر فاخطر، حالات خطيره اللي راه. والدليل على ذلك شوف برك النسبه تاع الانعاش، كنا لحقنا حوالي 20 25 في القطر الجزائري كامل اللي كانوا في الانعاش، رانا حاليا اكثر من 60 حاله اللي راه موجوده في الانعاش. هذا كل دلائل بالشيء هذا شيء موجود ملموس
ورانا رايحين بهذا التصرفات هذه نتاع بعض المواطنين رايحين نروحوا للهويه بالنسبه للارتفاع تاع الحالات وبالنسبه للقدرات نتاع الاسلاك تاع الصحه. هذه القدرات هذا عده اخصائيين ومواطنين وانتم ونشكركم على العمل اللي تقوموا. سما رانا العمل التوعوي هذا رانا من شهر جانفي قبل ما يجي الوباء وحنا قايمين بالعمل لأننا كنا ننتظر وصوله يعني حتى قبل لا قبل تسجيل اول حاله الايطاليه في الصحراء الاجراءات كانت نتاع الاجراءات الوطنيه فعلت في 23 جانفي اي قبل اكثر من شهر قبل الحالات الاولى وحنا بالايام التحسيسيه بالحصص التحسيسيه وانتم راكم نشكركم كما قالوا معنا وتمشوا معنا. اذا المواطن واش لازم له اكثر من إذا ذلك اللي قلتك أنا نوجه نداء للمواطنين ولكن نفس الشيء نوجه نداء للسلطات العمومية خطر كان حد كان خطوط حمراء كان خطوط حمراء وين المواطن إحنا مانيش مع الإجراءات التعسفية ولكن كان إجراءات اللي لازم تقوم بها الدولة الجزائرية تتخذ السيد رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحكومة قامت أعطت عدة قرارات وعدة تعليمات ولكن إحنا ننتظروا التطبيق على في الميدان لأنه كرايحين هكذا رانا نشوفوا بلدان متقدمه وبعاد علينا في التقدم ولكن القانون طبق الناس كاين الناس اللي عندهم ضمائر ولكن كي تكون فئه قليله راني نقول خلاص هذاك المجهود اللي درناه انا قلت لك مثال المجهود كامل وطوقنا الوباء والحمد لله في شهر افريل بدايه مي كان مطوق الوباء حالات كانت ناقصه وخلاص اذا طوقنا الوباء دكتور وحتى خففنا فيما بعد اجراءات الحجر الخاصه يعني الحجر المنزلي الذي عشناه ربما لشهر او شهر ونصف فتره شهر رمضان المبارك خففنا من اجل تجنب هذه الاثار الاقتصاديه على الاقتصاد الوطني وحتى على العائلات يعني من الجانب الاجتماعي والانساني ولكن ورد عدم احترام تدابير الوقايه خاصه في هذه الفضاءات يعني على مستوى الاسواق نسيمة يعقوبي من خلال هذا الموضوع رصدت ذلك. لن نعلق ولن نعبر فالصور ابلغ من كل الكلمات. صور تفتقر لادنى شروط الوقايه، غياب الاقنعه الواقيه لدى البعض وعدم احترام التباعد الاجتماعي بين الافراد والأسوأ الاستهتار رغم الوعي بخطوره الوضع. لا كي خرجت سيزيا بصح نعاود نولينا. كيما كاي تخنقني على بالك مع الضغط معاك تشوف السوق كيفاه تخنقني عليها راني نهبطها. مانيش دايرها. كنت في السوق. ها؟ ماكش في الكومبروم ولا البرابر. والله يا اختي كنت لابسها ونحيتها. يعني ما في الدار عندي بصح هنا ما اليوم ما لبستهاش صح. مانيش دايرتها اليوم ايه. بصح راني دايره تيسالنس. والكمامه نحن راهي تغم فينا نحن راهي نحن في البار شويه. الانسان يديه شويه لا موبايل تقول خليه من بعد راني داير الشاش معليش خليه من بعد فهمتي. ماشي ضروري ومقتنع بها باللي حاجه ضروريه. تساءلنا واقتربنا من البعض علنا نجد اجابات مقنعه. مادام كاين الفيروس يعني لازم الكمامه. مادام كاين الناس بشر تعدي بشر لازم الكمامة. كمامة ضرورية والتلقيم ضروري وواحد يحذر نفسه ويقول ماشي غير وين يجي يطبع وخلاص. أي هنا الكمامة عندي داير دوبل كاع لازم وقاية اللي ما دار الكمامة راه غلط واللي راه غلط يتبع في الكلام هذا اللي قال لك ما كاش منها كاين منها تدي في الأرواح. لازم يكون الوعي ونقول للناس تمر راسي راه يقول لك هذه كورونا ما كاش منها راه كاين منها وراه يحصد الأمراض. لازم يكون الوعي لازم الناس تفيق. الشاش ما يلعب دور بلاصه الكمامه. ايوا الشاشه راهي بيردي بزاف في بلايص. كمامه راهي يعني مزيره زعما حاجه واقعيه. استعمال الاقنعه والمعقمات وان تبدو سلوكات بسيطه الا انها قد تجنبنا بلاء كبيرا. وكذلك نسيمة درجة الوعي تتفاوت من منطقة إلى أخرى. يبدو أن تم رصد صحيح بعيد عن العاصمة 2000 كيلومتر ولكن ننتظر ربما يعني لا نعرف إن يعني مسألة حتى انتقال العدوى أو ينتقل بسرعة وجيناته يعني اختلفت يعني فيما سبق يعني ما هذا نقول هذا وباء عالمي ما كان حتى واحد اللي راه على منأى وما كان حتى في الجزائر حتى ولاية اللي على منأى وشفنا ولايات اللي أسابيع هي
صفر حاله وكان انفجار. اذا الوباء هذا ما عندوش الفيروس ما عندوش حدود. ونعاود نولي كما قلت بالنسبه للخروج من الحجر الصحي، هذا الشيء احنا قلنا باللي بدا الوباء، الوباء قاس بلدان تاع العالم كامل، كاين حد تصاعدي وين لازم كنا نطوقوا الوباء، والشيء اللي صرا حتى لشهر افريل، ومن بعد لازم الخروج، ما كان حتى بلاد اللي تبقى في الحجر الصحي شهور، ولكن البلدان اللي طبقت الحجر الصحي كما لازم وخرجت من الحجر الصحي كما لازم، شوف النتيجة كما الصين، كما كوريا الجنوبية، كما أوروبا، كما المشكل من بعد حنايا لازم نخرجوا من الحجر الصحي، ولكن نخرجوا من الحجر الصحي باحترام هذه الإجراءات وبالتعايش مع الفيروس، ونديروا في بالنا بلي كاين الفيروس وراح نتعايشوا معه أسابيع شهور، خطر الغد مجهول ما على بالناش التطور تاع الفيروس، وكي نخرجوا راح نوليو العمل تاعنا، نوليو العيش تاع المعيشه تاعنا الحياه العاديه بهذا المشكل. احنا عندنا عند الجزائر هو انه ناس عدد كبير من المواطنين بالنسبه لهم خلاص كي بدات تنقص الحاله في افريل راح نرجعوا للحاله اللي قبل الوباء اللي قبل خلاص، وهذا هو المشكل. اذا ناكد الخروج من الحجر الصحي ضروره، ولكن هذه الضروره لازم تكون كما نرافقها بتطبيق ونعيش مع الفيروس تطبيق الإجراءات الوقائية. حتى لما درناش هاك شفت هذه اليامات في عدة ولايات ولينا إلى ولينا رجعنا حجر صحي في عدة في عدة في عدة كما يقولوا بلديات، وهذا احنا المفروض نكونوا عندنا من أهل هذا نورمال ما نلحقوش لهذا الشيء، نورمال نخرجوا تدريجيا، وهنا المسؤولية مرة أخرى انت على المواطن مشتركة. انت على المواطن تاع المواطن ومسؤوليه بالنسبه للسلطات، وباش طبق كي نشوفوا الناس يديروا هذه اليامات عراس بصفه عاديه وللاسف يفوتوا هكذاك في الشارع وما كان قبيلة باتخاذ مجموعه من اجراءات من بينها تجميد عقود الزواج عن مسؤول البلديات، ولكن اسمح لي لكن هذه الاجراءات ونحييها بالنسبه للسلطات، ولكن لازم يكون التطبيق الصارم في الواقع طرف المواطن. من طرف المواطن، وحنا نراقبوا الناس اللي ما حبوش يطبقوا. شفيت على القضيه تاع الحزام الامن، الحزام الامن بالنسبه للجزائريين اخي قبل عندنا 30 سنه ما كان حتى واحد يقول لك ما نستعرفش انا بحزام الامن، ومن بعد كي ولات اجباري ولا في العادات نتاعنا، ما كانش دوك الانسان يطلع للسياره وما يديرش مباشره، اذا ماذا بينا الانسان كي يخرج يدير مباشره الكمامه، نعم. مباشره ويغسل يديه ويكون هذاك التباعد، هذا راح يحمي نفسه ويحمي العائله تاعو ويحمي الاسلاك الصحه اللي راهي مرهقه ويحمي الوطن تاعو. شكرا جزيلا، احتفظ طبعا بما ذكرت دكتور محمد يوسفي ليكون توجيها ختاميا لدردشتنا ولقائنا الذي جمعنا معك. دكتور محمد يوسفي اذكر هو رئيس قسم الامراض المعديه بمستشفى بوفاري. مازلنا متواصلون معكم، اذكر حتى 11 صباحا بلون الخدمه العموميه التي يقدمها التلفزيون الجزائري وصبغه التوعيه والتحسيس من أجل منع تفشي وباء كوفيد 19 في الجزائر. نلتقي بعد الفاصل.
نحمي أنفسنا ونحمي وطننا كذلك. أرحب بالدكتور فوزي درار وهو مدير معهد باستير. دكتور صباح الخير، مرحبا بك. صباح الخير، أهلا وسهلا. مسألة التشخيص، أين وصلنا في مسألة التشخيص الخاصة بالمتعلقة بالوباء؟ يعني التشخيص منذ أول وهلة كان تقوم به مصالح معهد باستير في عن طريق الشبكة القصيرة تاعها اللي في الجزائر، قسنطينة، مسيلة ووهران. وبعدها كان فيه يعني كما تعلمون شبكة تكونت مع الوقت، الآن عندنا تقريبا 30 يعني مركز للتشخيص حاليا. وإحنا إن شاء الله عندنا هدف أننا نروح مضي قدما يعني إنشاء شبكة يعني تمس جميع التراب الوطني بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة وسكان مصلح المستشفيات. بنظرة كرونولوجية لوجود الوباء في الجزائر وارتباطه بالتشخيص مباشرة، ما هي الأساليب التي اعتمدناها في البداية رويدا رويدا أو شيئا فشيئا؟ اختلفت حتى طريقة يعني تشخيص هذا المرض. نعم، يعني في من الأوائل وهلا كان فيها يعني إرشادات من المنظمة العالمية للصحة لما كان الوباء منتشر في الصين، وأنا ذا كنت يعني مدير مخبر الإنفلونزا والتهاب التنفسية، وكان سمح لنا أنا ذاك الخبرة بجلب الكشفات اللازمة اللي كانت غير موجودة على الساحة العالمية. فكان فيه تبادل خبرات وتبادل كشوفات بين المخابر المرجعية خصوصا للإنفلونزا، لأن هي اللي كانت تسير الجائحة الإنفلونزا في الأيام، جائحة كورونا في الأيام الأولى. وبعد ما جئي على رأس المعهد في مارس لما بدأ الوباء، يعني أول هدف اللي كنا السياسة اللي كنت ننتهجها في معهد أننا يعني ننقل المخبر في حد ذاته وعمل المخبر إلى مخابر الاستشفائية أو مخابر جامعية. فبعد ذلك تم تكوين أشخاص في هذه المخابر، والآن فيه يعني مخابر تشتغل بتقنية البي سي آر لأنها هي التقنية المعتمدة دوليا لتشخيص الفيروس. ونذكر بأن تقنية البي سي آر ليست تقنية سهلة، لأن تستلزم تكوين في الوقت العادي تستخدم وقت طويل، ولكن احنا بالخبرة اللي في معهد باستير كنا أشخاص في ظرف قياسي، فبالتالي استطعنا نقول إلى يومنا هذا أننا يعني كما نقولوا احنا نستوعب الضغط اللي راه موجود، ولكن يعني شيئا فشيئا راح نكونوا يعني اكثر فعاليه واكثر نجاعه في التعامل مع الجائحة أينما وصلت. اعتمدنا حتى في البداية على أشعة السكانير، ولكن أثير القيل والقال في مسألة التشخيص عن طريق سكانير. هناك من يقول بأنها ليست يعني ثابتة جدا هذه بعد الأخذ العينات أو بعد الملاحظة يعني العينية لهذه الأشعة. نعم. كيف يمكن أن نرد يعني في هذه المسألة؟ يعني أولا كما قلنا قبل شيء، الآلية للتشخيص الأولى هي البي سي آر، لأن البي سي آر تنظر إلى الفيروس يعني تشخص الفيروس حد ذاته. فيه وسائل أخرى تشخص الكورونا بطريقة غير مباشرة، يعني ما تروحش إلى الفيروس. مثلا سكانر، لما نديروا سكانر واحد نشوفوا الأعراض اللي موجودة عن مستوى الصدر بالنسبة للشخص، فبالتالي في حالة وبائية، في حالة غير وبائية، من غير ممكن أننا نعمل مقارنة في سكانر ما بين مثلا الانفلونزا او الكورونا فيروس، لانها تعطي نفس الشيء ضرب على مستوى الرئه على مستوى الرئه. الفيروسات التنفسيه كلها عاده تمد نفس يعني الصوره، نفس الاعراض، ولكن في المرحله الوبائيه اين موجود الا الفيروس كورونا اللي يسري حاليا، فتصبح الصور لما تكون موجوده عند شخص عنده اعراض تكون يعني تشير الى انه الكورونا فيروس، فبالتالي يصبح عندها يعني قيمة كبيرة خصوصا في المراحل الإنعاش أو المراحل الإصابة الخطيرة، لأن إنسان اللي راه في محيط فيه الكورونا فيروس وعنده أعراض الكورونا فيروس زائد صورة سكانر اللي توضح استباقية هذا يكون مهم جدا لإعانة الطبيب ولإعانة المصالح الاستشفائية للتصرف بسرعة في انتظار وجود
النتائج النهائية. نعم. يعني بعد حتى بعد ظهور يعني النتائج الخاصة بالPCR مباشرة يتم تجميد العمل بالكلوروكين، لأن يعني نعرف بأن منذ البداية يعني الآن جمدنا العمل بسكانير يعني كجهاز، لأن الحمد لله الآن معدات طبية متوفرة، ولكن مسألة الكلوروكين أو هذا العلاج يعني يتوقف مباشرة بعد ظهور هذه النتائج. طبعا يعني لما يكون إنسان عنده أعراض ويكون مشتبه فيه جدا أنه عند الكورونا يبدأ العلاج، والPCR يأكد على هذا العلاج، لأن العلاج مبني على تشخيص الكورونا فيروس. فبالتالي هذا العلاج الآن في الجزائر معمول به في جميع المصالح الاستشفائية وأعطى نتائج دياله، وهذا يعني يبدأ من أول يوم يكون فيه أعراض. نعم دكتور، ستبقى معنا، سنذهب الآن إلى الصين. معنا زبير أبي إسماعيل، هو طالب بجمهورية الصين الشعبية، متواجد معنا عبر تطبيق سكايب. صباح الخير زبير أبي إسماعيل، وشكرا لك لبيت دعوة برنامج هذا الصباح عبر الإخبارية. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. ظل في الأجواء لكل جماهير مشاهدين. مرحبا زبير. زبير، ممكن تضعنا في صورة ما يتخذ من إجراءات وتدابير؟ نعرف بأن الصين رائدة جدا في مسألة تعاملها مع الفيروس، مع أول حالات بفرضها هذا الحجر على ووهان كبؤرة لتفشي الوباء عالميا. هي الإجراءات صافي بدأت هنا، بدأت في جانفي بلاسك ديبي جانفي. الحق الصين عندها خبرة يعني من سارس 2003، على هذيك صافي الإجراءات اللي داروها هنا في عام 2020 صافي كانت يعني من خبرة يعني من قبل يعني من 2003، لهذيك يعني سهلت عملية يعني الحجر والشعب يعني بدا يتبع في القوانين والإجراءات السلطات هنايا. هي والله مسألة أسبوعين يعني إلى ثلاثة أسابيع كل شيء قلب رأسا على عقب، يعني الشعب كله بالكمامات، ممنوع الخروج، حجر صحي كلي على كل المدن. أنا المدينة صافي المدينة اللي ساكن فيها بعيدة على ووهان تقريبا 600 كيلو، كانت عندنا في البدايات يعني 6 حالات فقط، والمدينة يعني فارغة بالكمال يعني ممنوع الخروج، يعني حتى صافي السلطات عملت حراسة يعني على كل الأحياء السكنية هنا. العائلة كل فرد من العائلة في يومين يخرج مرة واحدة فقط، يعني إذا كان هناك عدة أفراد من العائلة يعني ربما الواحد من كل فرد من العائلة في 10 أيام ولا 15 يوم باش يخرج برا، هذا قانونيا يعني. حتى عند الخروج والدخول يجب يعني صافي تكون احصاءات يعني اخذ معلومات وكل شيء هكذا لتتبع الفيروس، يعني هي الصح في الفيروس هو البيشنت زيرو يسموه، يعني المريض الصفر، يعني كي يعرفوا المريض الصفر يعني سهل تتبع الانتقال الفيروس. حاليا الحمد لله يعني تقريبا انا في المدينه اللي انا فيها تقريبا شهرين يعني صفر حاله، وحتى في المستشفيات صفر حاله. حتى الان الشعب تقريبا كليا يعني مازال يعني يواظب على الكمامات يعني. اسالك كيف هو الوضع زبير هناك؟ انت تريد ان تعود الى ارض الوطن، كيف هو الوضع؟ نعرف مثلا احساسك و يعني كإحساس كل واحد بعيد على وطنه وبعيد عن ماليه كما نقول احنا بالعامية. والله انا الشيء اللي كنت اخافه يعني من البداية هو الفيروس يلحق للجزائر، هذا هو الشيء الاخوف يعني. لان اعرف يعني الهيئة الصحية في الجزائر ضعيفة جدا حاليا، يعني هذا هو الواقع يعني ما نكذبوش على وقتنا يعني. دونك هذه المشكله يعني الشعب الصحه الجهاز الصحي في الجزائر لما يستطيعش يستقبل كم الهائل من المرضى يعني. على هذيك والله الان اخاف على العائله واخاف على الوطن وعلى الاقارب يعني من هذا الفيروس. انا شفته بعيني يعني وعشت كل لحظات يعني. كان في البدايه يعني كان شيء مرعب بعض الشيء يعني، ولكن نفسيا كنت مرتاح. اعرف الجهاز الصحي هنا في الصين، الامكانيات الاطباء وكل شيء يعني، اعرف بين باذن الله يعني اذا قدر الله اي اصابه يعني يعني الوضع هنا جيد للعلاج يعني. اما الان يعني الوضع جد جيد يعني، ما عندناش اي حاله، صفر حاله يعني حاليا. انت تتحدث عن المدينه التي تقيم فيها انت الان زبير؟ انت تتحدث عن المدينه التي تقيم فيها؟ في بيجين. هي مؤخرا كانت كان على الفيروس عود ولا يعني عود رجع للمدينه الى مدينه بيجين، يعني شدوا عده حالات في ظرف ثلاث اسابيع،
تحكموا على الوضع كليا. يعني ماذا عن ارتداء الأقنعة الواقية زبير هناك يعني في الشوارع؟ أقصد الآن من هذه الأبجديات الوقاية الصحية اليوم، ارتداء الأقنعة الواقية، المسافة، مسافة الأمان والتباعد الجسدي. نعم، الأقنعة هي إجبارية، يعني خاصة في وسائل التنقل هذا إجباري، ما تقدرش تدخل في وسائل التنقل إذا ما عندكش كمامة، يعني هذا إجباري. والبرة يعني تقريب 90% من المواطنين لابسين يعني كمامات، يعني خاصة في الأسواق والمولات، يعني المبني البنيات التجارية، يعني الكمامة إجبارية، وحتى يقيسوا لك درجة الحرارة عند الدخول والخروج هكذا، باش كما قلت لك يعني يتبعوا كل المريض صفر، يعني هذا هو إذا لقوه يعني تتبع الفيروس سهل جدا يعني. نعم، شكرا جزيلا لك. الشعب هنا بطبيعته منضبط يعني من جهة الأوامر السلطة هنا. زبير أبي إسماعيل شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من جمهورية الصين الشعبية عبر تطبيق سكايب، شكرا جزيلا. وضعتنا طبعا في صورة هذه التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية منذ ظهور الحالات، وأذكر أيضا في نفسها وفي هذا المقام أذكر طبعا بجهود الدولة الجزائرية أو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن تكون بصلة مع أبنائها الذين كانوا متواجدين بالصين يوم وصلوا إلى أرض الوطن، وتم طبعا حجرهم على مستوى المؤسسة الفندقية الحمامات. وقوف الجزائر كان بجنب أبنائها يعني من الجالية الذين أرادوا أن يلتحقوا بأرض الوطن، هذه منذ البداية ربما حتى نجري كرونولوجيا، وحتى كما يقولوا يعني في مقام أن نشكر يعني ما بذل من مجهود. كنت طبعا استضفت الدكتور فوزي الدرار، وذكر هو مدير معهد باستور. مهم دكتور اليوم أن نذكر بهذه الإجراءات الاحترازية وبهذه التدابير، هذه التدابير الخاصة بإقناع الواقية ليست فقط مرتبطة بالجزائر ولكن الدول الكل اللي راهي تعاني من هذا الوباء، حتى يعني الدول التي لم تكن يعني ما وضعتش الكمامات إجباريا حاليا تفكر في إنشاء قانون يرجع الكمامات الواقية واجبة، لأن الآن كل المصادر العلمية يعني لو نجمع كل المصادر العلمية التي نشرت أو المقالات العلمية التي نشرت أو يعني كما نقولوا إحنا نقطة نظام فيما يخص العلم الكورونا فيروس، لو نحكموها في جميعها النقطة المشتركة أنها تشير إلى وجوب الكمامات الوقائية، لأن كما نقولوا إحنا الأداة الاحترازية الآن الوحيدة التي يتفق عليها جميع الخبراء. ففي الدواء كان فيه جدال، كان فيه جدال في التشخيص، كان جدال، ولكن الكمامات الوقائيه ما كانش احد الان في الميدان يعني يرد يعني يشكك في هذا، يدل على ان الكمامات الوقائيه الان تلعب دور كبير جدا، خصوصا ان في المعطيات العلميه الاخيره اللي اعطتها المنظمه العالميه للصحه من ناحيه ان الفيروس ممكن انه يقعد اقل ثواني او دقائق في الهواء اكثر من هو معروف، هذا يصبح يرجع الكمامه الوقائيه اكثر ضروره واهميه من اي وقت مضى، فبالتالي الاداه هذه راح تسمح اذا يعني كانت منشوره جيدا ويعمل بها المواطن في جميع حالاته وفي كل المستويات في التجاره في الشارع، هذا راح يلعب دور كبير في نقص انتشار الفيروس على المستوى الوطني. ذكرنا مسألة مهمة أيضا، أنت تتكلم عن منظمة الصحة العالمية آخر تقرير لها ربما تقول لا يجب أن نتفائل بأننا سنعود إلى حياتنا عن قريب. ربما هذا نوعا ما يأس، ولكن في نفس الوقت عندما ننظر إلى ضرورة أن هذه الإجراءات الوقائية ربما سنستبق العودة إلى حياتنا العادية، أقصد الآن نحن مطالبين بأن نتعايش مع هذا المرض. هو شوف باختصار لكي نفهم المقال هذا من الصحة، هو فيه فيروس اللي نسميه الكورونا فيروس سارس كوف 2، وفيه المرض اللي هو الكوفيد 19، المرض نسميه الكوفيد اللي هو اسم المرض وفيه الفيروس. النقطة المهمة حتى لو ننزل يعني نقصوا حالات المرض الكوفيد ونرجعها إلى مستوى يعني تحت ما هو حتى الصفر، الفيروس يقعد موجود، لان الفيروس ماهوش هو المرض، الفيروس يؤدي للمرض. فبالتالي هذا الفيروس الان انا نشوفه في الدول، التجربه تاع الدول اللي وضعت رفع حجري تام، نشوفه باللي ان في ايدنا فرصه الفيروس يعيد المرض الى الواجهه، يعني يعاود يتسبب في وجود المرض.
هذا يعني أن الفيروس هذا راه موجود الآن متعايش مع جميع الأشخاص في العالم وينتظر أي فرصة مناسبة، مناخ مناسب لإعادة الانتشار. والمناخ المناسب ما هو؟ هو عدم وجود تباعد، أنك يعني تقعد في مناطق يعني مغلقة وكافية، أنك لا تضع الإجراءات الوقائية المهمة مثل وضع الكمامات. وكاين إجراء ثاني مهم جدا، لأن هذه لو نعملوا فرق بين الإنفلونزا والكورونا فيروس، هذا نشوفوا بالكورونا فيروس ينتقل كثيرا عن طريق لمس المساحات، مساحات يعني صلبة وفي في الدور تاع الابواب. فبالتالي غسل اليدين بالمواد المائيه الكحوليه مهم جدا، لان في بعض المناطق 70% من انتقال الفيروس هذا ينتقل عن طريق اللمس، فبالتالي فيه الهواء وكذلك فيه اللمس هو اللي ينقل كذلك الفيروس لما نصافحه ولا لما نسلمه ولا نمسه اشياء يعني مشتبهه انه مثلا جاز عليها مريض. فبالتالي هذه الامور ممكن إذا كنت في منطقة ليس فيها فيروس وما عملتش بالإجراءات الوقائية ممكن تعود تنطلق من جديد، لأن الفيروس في حد ذاته مازال موجود عبر جميع العالم. الآن في مع الوقت هذا الفيروس لما ينتشر كثيرا في الوقت راح الناس تكتسب بطء المناعة، ونتمنى إن شاء الله يكون فيه التلقيح مباشرة. هذا مع الوقت راح يسمح بأن الفيروس ممكن راح يصبح حتى نراجع حساباتنا تحت سيطرة تامة، ولكن كما قالت المنظمة العالمية هذا يستلزم وقت، لأن الفيروس مازال ما موجود، مازال يسري بالبطء. فبالتالي التعامل معه يوميا بالإجراءات اللي ذكرناها هو راح يسمح بنقص المخاطر على الشعب الوطن الجزائري. شكرا دكتور. قبل أن أختم ربما آخر نقطة، مسألة مهمة، هناك من يتكلم اليوم على تغير الجينات الخاصة بالفيروس هنا في الجزائر. أنت تدير معهد باستور، نعرف بأن معهد باستور يضم مختبرات علمية دقيقة، أدوات طبية مستعملة ووسائل متطورة ورائدة جدا عصرية. هل نؤكد ذلك بأن الجينات الخاصة بالفيروس في الجزائر تحولت نوعا ما، أصبحت أكثر خطورة؟ لا، هو مش خاص في الجزائر، يعني فيه تغيرات طفيفة وضعت في طرأت على الفيروس، لهذا فيه 5 أو 6 مجموعات على الفيروس في لما نشوفوها في العالم في كل جهة. كما في الجزائر وجدنا باللي ينتمي المجموعة جيم اللي هي من مجموعات الكورونا فيروس السارية، وفي وقت كانت دلت منظمة سمحة وتقارير علمية وجد تغيير خاص في الفيروس، طفرة في الفيروس سمحت الفيروس بيكون أسرع في الانتشار، ولكن هذا ماشي أسرع في الخطورة، سأسرع في الانتشار. فبالتالي بؤر يعني كما في الولايات المتحدة وفي أوروبا بؤر يعني نشرت في ظرف قياسي، هذا من 60 ألف حالة أو 66 ألف حالة. فهذا نأكد هذا وضع عالمي ليس وضع جزائري محض. فبالتالي هذا يدل على أننا لازم نواكبوا هذه التغيرات بإجراءات واقعية سريعة. واقعية سريعة وفي نفس الوقت نتوعى أكثر ونتحملوا مجتمعيا ما يحدث اليوم. يعني هذا الإرشادات المجتمعية. طبعا، وهذا لما نشوفوا الإرشادات التي وضعت من طرف رئيس الجمهورية مؤخرا في آخر اجتماع دل على أن هذه الإجراءات المعمول بها تواكب تغيرات هذه، لأن أصبح أكثر ميدانية لمواكبة الفيروس في نقطة الانتشار، وهذا مهم جدا إذا أردنا أن نكون أكثر فعالية. أكثر فعالية عندما نسمع حتى للخبراء والمختصين في المجال، لا نفتي من أنفسنا هكذا على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك حتى من يشكك في قدرة المنظومة الصحية على المواجهة والمجابهة، ولكن سنجابه هذا المرض بوعينا، وعينا هو الذي يحمينا. دكتور فوزي درار، شكرا جزيلا لك، أنت مدير معهد باستور، حضرت معنا في برنامج هذا الصباح الذي أردناه قناة للتوعية والتحسيس وعلى الهواء مباشرة. نلتقي بعد الفاصل. أصبحت النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات والمؤسسات الصحية محور اهتمام كبير عن كيفية التخلص منها، خاصة في ظل الظرف الصحي الحالي. لهذا تقوم مؤسسات متخصصة بمعالجتها، كحال هذه المؤسسة الخاصة بالحراش التي تتكفل بهذا النوع من النفايات المصنفة في خانة النفايات الخطرة. بالنسبة للنفايات الاستشفائية، أول حاجة كنقوم عملية الجمع النفايات
لازم نوفروا الوسائل البشريه والوسائل الماديه. لازم يكون عندنا شاحنه، تقول المؤسسه بتوفير الشاحنه مجهزه بجهاز التبريد، لان النفايات الاستشفائيه لازم تكون في شاحنه مخصصه لها. عندنا ثاني لازم تكون فيها حاويات لهذا النفايات. شكاني نقوم بمعالجه حوالي 200 طن للنفايات الاستشفائيه. يندرج ضمن هذه النفايات كل ما يصدر عن المصابين بالفيروس والوسائل التي تستعمل خلال تلقيهم العلاج، وكذا الأدوات التي يستعملها الأطباء والممرضين. وتفاديا منها لتحول هذه النفايات لمصدر انتقال العدوى، فقد تم اعتماد بهذه المؤسسة مجموعة من الإجراءات الوقائية. فبمجرد دخول الشاحنة الناقلة للنفايات الطبية يتم تعقيمها، وكذا العمال المكلفين بعملية الجمع، لتوجه بعدها إلى وحدة الترميد أين يتم حرقها بطرق آمنة غير مضرة للبيئة تحت درجة حرارة عالية جداً وبأجهزة تعمل بمعايير عالمية. قامت بإجراءات احترازية لمنع العدوى بين العمال في المؤسسة، حيث وفرت العديد من الألبسة الوقائية ووفرت العديد من الكمامات وأجهزة التعقيم. من بداية الجائحة حتى يومنا هذا كان معدل حرق النفايات الناجمة عن كورونا كوفيد 19 فيما يقارب 20 طن شهريا. النفايات تتمثل في الألبسة، تتمثل في الكمادات، تتمثل في الكمامات والأجهزة الوقائية التي كان يتعامل بها الأطباء. بعد تسجيل أولى الإصابات بالفيروس التاجي، أصبحت نسبة اليقظة في المستشفيات مرتفعة جداً، سواء فيما يتعلق بعمليات التنظيف اليومي أو مسار التخلص من النفايات الطبية التي تعتبر نسبة خطورتها أكبر بكثير، فقد تشكل تهديداً بالصحة الأفراد والمحيط. تتبعنا مسار ردم النفايات ومعالجة النفايات الطبية، وهو المحور الذي سنناقشه ونناقشه معكم طبعا مع السيد كريم ومان المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات. سيد ومان، صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، أهلا وسهلا. شكرا. قبل أن نتتبع هذا المسار العلمي الصحيح لمعالجة النفايات الطبية، أود أن أحيي فيكم نشاطكم يعني كوكالة، لأن نعرف بأن الوكالة الوطنية للنفايات قدمت عملا كبيرا في الميدان، ممكن أن تضعنا في صلبه بصورة يعني بصورة حوصلة عمل أهم ما قامت به الوكالة. شكرا. إذا بداية لازم نعرفوا بلي الوكالة تنشط تحت سلطة وزارة البيئة. كل التحركات تاعنا اللي في هذه المرحلة كانت دخلت في إطار البرنامج المسطر من هذه الوزارة، في إطار العمل الجواري لمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في مجال محاربة هذا الفيروس. إذا قمنا بالذهاب إلى عدة ولايات وين قدمنا مستلزمات وقاية تاع عمال النظافة، عمال الصحة، وكذلك قمنا بتعقيم بعض المؤسسات. قمنا كذلك في جانب آخر، جانب تحسيسي وتوعوي، قمنا بعدة حملات توعوية باش نأكدوا للجمهور العريض مدى خطورة هذا الفيروس وعلى ضرورة التكفل الأنجع بالنسبة للنفايات التي ننتجها يوميا. هذا التكفل الأنجع يتمثل حتى يعني في التسخير للوسائل، سواء الوسائل المادية وحتى البشرية، من أجل ضمان هذه المعالجة. والله هو التسيير كله متكامل. التسيير ينطلق يبتدي إذا أردنا وضع استراتيجيات صحيحة ومستدامة في الوقت في المكان والزمان، علينا بعمل سكون أبل أن دياغنوستيك، لازم نعرفوا عرض الحال، تشخيص دقيق باش نعرفوا ماذا يجري في الميدان وكذلك ما هو النقائص التي نلاحظها في الميدان. إذا لازم نعرفوا بلي النفايات الاستشفائية عندها طرق تسيير خاصة بها، لأن هذه النفايات عندها خطر كبير على صحة الإنسان وعلى البيئة. لذلك هناك رجنامة قانونية خاصة بهذه النفايات. النفايات لازم كلنا نعرف في إطار النفايات الاستشفائية هناك نفايات عضوية، نفايات معدية، ونفايات سامة. إذا تكلمنا في هذه المرحلة، مرحلة الكوفيد، أكثر ما ينتج من هذه النفايات هي النفايات المعدية. ولاحظنا باللي هناك في المستشفيات استعمال أكثر فأكثر للباس الوقاية،
لان يعني طبيعه الحال هذا الفيروس لازم العمال الصحه يكونوا محميين بلباس وقائي. لذلك لاحظنا في النفايات الاستشفائيه في الشطر النفايات المعديه انتاج اكثر فاكثر من هذه النفايات، ولكن في المستشفيات عندهم ثقافه تسيير النفايات الاستشفائيه. لذلك المشكله ليست في المستشفيات، المشكله فيما ننتجه نحن كمواطنين. لاحظنا بلي كلنا نستعمل اقنعه لحمايه انفسنا، نستعمل قفازات، ولكن اين تذهب هذه الاقنعه؟ اين تذهب هذه القفازات؟ وجب وضع استراتيجيات خاصه لتسيير هذا النوع الجديد من النفايات، لان في تسيير النفايات هناك التسيير العادي ما هو منتج عاديا يوميا، ولكن هناك ما ينتج في ظروف خاصه كالتي نعيشها. لذلك وجب طرح وضع استراتيجيات خاصه بهذه، بما ان لم حتى لاحتواء الحجم، بما لم نكن محضرين لهذا النوع من النفايات، نطلب من المواطنين لوقاية أنفسهم ووقاية الغير كذلك بعد استعمال هذه الأقنعة. من المفروض أن نضعها في البيت تاعنا في الكيس مدة 24 ساعة قبل أن نضعها في النفايات العادية. حتى في مسألة حتى احتواء يعني حجم هذه النفاية الطبية، سيد ومن تبقى معنا سأناقش طبعا صحيح سنناقش الآن الواقع هناك في سطيف صحيا مع السيد سليم رقام مدير الصحة لولاية سطيف. سيد رقام مرحبا بك وصباح الخير. سيد رقم ممكن تضعنا في صورة هذه المنظومة الصحية تجندت الآن بولاية الصيف، نعرف بأنها الآن تصنف كبؤرة لتفشي الوباء، اعتمدت السلطات المحلية متبعة طبعا استراتيجية السلطات المركزية في فرض حجر على 17 بلدية على ما أعتقد سيد رقم. 18 بلدية. 8 تفضل إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل حتى نتمكن من احتواء الحاله الوبائيه على مستوى ولايه الصيف، تقرر في على المستويات الدوله وبالتالي على مستوى ولايه الصيف حجر 18 بلديه التي تبعا للتحقيقات الوبائيه التي قمنا بها، تبين بان هذه 18 بلديه هي تعتبر بؤر للوباء. هذه من ناحية أولى. من ناحية ثانية 18 بلدية هي هذه راهي تمثل ما يفوق 63% من إجمالي سكان ولاية الصيف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية تأكدنا من خلال التحقيقات الوبائية بأن من هذه 18 بلدية تمثل 62.4% من إجمالي الإصابات المسجلة على مستوى ولاية الصيف. لذا فإن سيد والي ولاية الصيف اقترح حجر الجزئي لهذه 18 بلدية، وبالفعل هذا ما تم تحقيقه منذ اليوم. رانا دخلنا في اليوم السابع من هذا الحجر الجزئي. بعد 7 أيام من هذا الحجر الجزئي سيد رقام، هل خففنا وطأ هذا المرض وهذا الوباء على هذه المدينة؟ بالفعل احنا من خلال هذا الحجر تاع 18 بلديه الفرق المكلفه بالاحصائيات الوبائيه راهي تعمل ليل نهار، وتمكنتنا من معرفه العائلات المصابه وحتى العائلات المشتبهه ونطال لي كا كونتاكت اوتور ديكا. هذه من ناحيه. من ناحيه ثانيه الاجراء الثاني اللي خذيناه انه فتحنا على مستوى كل ولايه الصيف من خلال المؤسسات الصحه الجواريه مصحات للمعاينه الخاصه بالكوفيد، وهذا تدعيما للمصحات والمصالح التي تتواجد بالمؤسسات الاستشفائيه. ماذا عن سعه المستشفيات سيد رقام؟ نعم سعه المستشفيات نعم تكديما خففنا ايضا الضغط. لا بالنسبه لسعه المستشفيات احنا بهذا الاجراء هذا رانا قدرنا نتمكنوا من احتواء العدد المواطنين الذين كانوا يتوافدون على المؤسسات الاستشفائيه، اصبح عندهم حاليا مكانين على الاقل للقيام بفحوصات. هذا مكننا من تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائيه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه قدرنا نعرفوا وينهم الاشخاص المشتبه فيهم، وحتى انه لو تريتمون اون امبيلاتوار لاعطاء الدواء في هذه المراكز الفحوصات
يتم على مستواها عوض ان يتم على مستوى المؤسسه الاشفائيه، والمؤسسه الاشفائيه خصصت خصيصا الا للحالات المستحصيه ولا الحالات التي تستوجب ان تكون في تقيم بالمستشفى تحت المراقبه الطبيه، ولازم لها انسيرس دوكسيجين. سيد سليم رقم مدير الصحه ولاية سطيف، شكرا جزيلا لك، ومن خلالك نوجه التحية للأطقم الطبية المجندين، ومن خلالك كذلك نتمنى الصحة والعافية لإخواننا بسطيف. أعود إليك سيد ومان، كنا نتحدث عن معالجة هذه النفايات الطبية، هل بلغة الأرقام ممكن تفيدنا يعني؟ والله احنا ما زلنا نقوم بتدقيق هذه الارقام، ما يمكنش باش في شهر او شهرين او ثلاثه يكون عندك رقم صحيح. هي عاده اخر كل سنه يكون عندنا ارقام صحيحه ومدققه، ولكن ماذا ما تحصلنا عليه حتى الان هو ان هذه كميه النفايات المعديه منها قد تزايدت بحوالي 21% من الانتاج العادي. ولكن هذه المشكله تعني فادي، بما انك تكلمت كذلك على الجانب الحجم تاع هذه النفايات، لهذه النفايات لازم نشوفها من جانب الحجم. الحجم يمكن لما نتكلم على الحجم هي تاخذ اكثر مكان في الحاويات، في الحاويات اكثر مكان في النقل، اكثر مكان كذلك في وسائل المعالجه. لذلك وجب اخذ بعين الاعتبار كل هذه الامور. لذلك في مجال تسليم النفايات من نتكلم اساسا على الوقايه وتقليص النفايات. اذا تكلمنا على الوقايه وتقليص النفايات من الاحسن والافضل ونقوم كذلك بحث كل الفاعلين باش يستعملوا وسائل اكثر صحه وحمايه، وقايه نقدر نعاودوا نستعملوا اكثر صحه وحمايه، أكثر صحة وحماية وكذلك لكل الأعوان، لكل الأعوان في الصحة في عمال النظافة كذلك، ولكن وسائل اللي تسمح لهم باش يعاودوا يستغلوها يعاودوا يستعملوها، ما نقوموش باستعمالها إلا مرة واحدة. شكرا جزيلا، ابقى معنا سيد ومان، سأستضيف أيضا واستقبل اتصالا هاتفيا نتحدث عن الأعوان، أعوان الحماية المدنية أيضا نحيي فيهم جهدهم، المصالح الأمنية المشتركة نحيي فيهم جهدهم، من بين طبعا الأعوان كريم بالحفصي مدير الإعلام والاتصال بالحماية المدنية الأندية. كريم نتمنى لك الشفاء العاجل. كريم بلغنا بأنك أصبت بكوفيد 19، كنت داخل المستشفى، الآن أنت خرجت، نتمنى لك الصحة سيد كريم بالحفصي. صباح الخير زميلي محمد، صباح الخير طاقم تقني وصحفي العمل على مستوى التلفزة الوطنية في هذا البلاطو، صباح الخير كل من هو معك في البلاطو وكل من يشاهدنا خلف الشاشة. نريد أن نطمئن عليك كريم. والله زميلي محمد أنا تعرضت إلى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 ومكثت في المستشفى المدة التي أقرها الأطباء، والآن أنا موجود على مستوى المنزل لمواصلة البروتوكول الطبي الذي أقره الطبيب. نعم كريم، أعرف أنك تجندت جدا يعني، وحتى حضرت من خلال الفضاءات الإعلامية التي قدمتها المؤسسة أو قدمها التلفزيون، هذه الفضاءات الإعلامية لا تقل أهمية عن كل الفضاءات المفتوحة على مستوى كل المؤسسات. كيف أسألك ربما سؤال، كيف أصبت يعني؟ لا أعرف. والله زميلي محمد احنا تكلمنا في قبل ظهور الوباء كنا نتكلم عن خطر أحادي أكسيد الكربون، لكن بظهور هذا الوباء العالمي أصبح أكثر خطورة وأكبر خبث هذا الوباء، بحيث يمكن أن ينخر جسم الإنسان بأي كان في أي منصب كان وفي أي وظيفة كان قد يشغله. ولذلك احنا موجودين أو كنا موجودين ضمن الصفوف الأولى رفقة زملائنا في الطواقم الطبية على مستوى المستشفيات لمرافقة المصابين أو المشتبه إصابتهم أو حتى المرضى المؤكد إصابتهم بهذا الفيروس. كنا نقدم لهم خدمات في تقديمهم إلى أقرب مؤسسة صحية من أجل المعالجة وكذلك أخذ الدواء اللازم. الآن قدر الله ما شاء فعل أن نكون ضمن المرضى أو ضمن المصابين بهذا الوباء، نتمنى من العلي القدير أن يزيله علينا وعن كل من هو مريض، كل سكان المعمورة. فقط إن شاء الله أوصي نفسي وأوصيك زميلي محمد وكل من يسمعنا عبر هذا الاتصال أن الدولة الجزائرية قدمت ما عليها من توعية وتحسيس ومن توفير كل الظروف التي تحفظ سلامة الأرواح من الهلاك. فقط احنا نقول للمواطن الكريم ضروري اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد، وذلك لتفادي خطر انتشار العدوى وحتى لا يكون هناك مصابين آخرين ولا يكون هناك وفيات أخرى مثل ما نسجله بين الفينة والأخرى. فقد فقدنا كثير من أحبابنا
والان على مستوى المستشفيات نقدر نقول كثير من العائلات وكثير من الزملاء اللي هم مقيمين في المستشفيات فلا نود ان نرى او نسجل ارقام اخرى. نتمنى ان شاء الله. شكرا جزيلا كريم. كريم بالحفصي مدير الاعلام والاتصال بالحمايه المدنيه المديه، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك ان شاء الله الشفاء العاجل، وعن قريب تنضم الى صفوفنا من اجل دائما مساعده المواطنين في فهم ما يجري من حولنا من تطور هذا الفيروس، وضروره ان نتخذ من هذه النصائح حتاجا على رؤوسنا ومن اجل الصحه للجميع. شكرا جزيلا لك سيد كريم، وشكرا ايضا لك سيد ومان، انت مدير الوكاله الوطنيه للنفايات. الحديث كان عن معالجه النفايات الطبية. العاشرة صباحا موجز لأهم الأخبار، ثم لنا عودة لأننا متواصلين معكم عبر برنامج هذا الصباح حتى 11 صباحا. موجز لأهم الأنباء من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، أكد أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في حديث خاص به يومية لوبينيون الفرنسية، أكد أن الجزائر وفرنسا يمكنهما المضي قدما بعد تجاوز مشاكل الذاكرة والانطلاق مجددا على أساس علاقات مربحة للبلدين، مضيفا أن العديد من المؤرخين الفرنسيين يعالجون في هذه الأحداث بكل نزاهة. وذكر المؤرخ بينغمان ستورا الذي عين للقيام بعمل الذاكرة من الجانب الفرنسي فيما سيعين نظيره الجزائري خلال 72 ساعة المقبلة. وفي معرض حديثه هاتفيا الخميس الماضي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوضح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الرئيس ماكرون يعرف جيدا الأحداث التي ميزت تاريخنا المشترك. وقال رئيس الجمهورية هناك تعاون إنساني وعلمي واقتصادي قائم بين البلدين، ولدينا أيضا جالية قوية جدا في فرنسا نريد خدمتها والمحافظة عليها، مشيرا إلى أن الجزائريين متمسكين بأعراف الدولة الفرنسية بأفعالها أكثر من التعويض المادي، إذ أن التعويض الوحيد الممكن هو ذلك الخاص بالتجارب النووية. رئيس الجمهورية أكد أن الوضع المالي للجزائر سيمكنها من إتمام الإصلاحات المرجوة بأريحية. ومن جهة أخرى جدد السيد الرئيس استعداد الجزائر لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة بخصوص الأزمة الليبية، كما أبرز ضرورة تسوية الأزمة في مالي بحلول سياسية تضمن السلامة الترابية لهذا البلد. وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية المغربية، ذكر رئيس الجمهورية بالروابط التاريخية المشتركة بين البلدين، مؤكدا أنه من جهتنا ليست لدينا أي مشكلة مع المغرب الذي لا يبادلنا نفس الموقف، ومؤكدا أن بناء قواعد عسكرية على حدودنا هو شكل من أشكال التصعيد الذي يجب أن يتوقف. رئيس الجمهورية تطرق إلى القضية الصحراوية داعيا إلى بعث حوار مع جبهة البوليزاريو والسماح لهم بتقرير مصيرهم. إلى الانشغال الصحي، وفي آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا، سجلت أمس 494 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19689 حالة مؤكدة، في حين يزداد عدد المتماثلين للشفاء يوما بعد يوم، حيث بلغ 14019 حالة، من بينها 276 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت أمس 7 وفيات، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1017 حالة رحمهم الله.
وعبر العالم ارتفع إجمالي حالات الإصابة بجائحة كوفيد 19 إلى أزيد من 13 مليون إصابة، من بينها 60 ألفا سجلت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد الضحايا عتبة 570 ألف حالة وفاة في العالم. وفي سياق ذي صلة، حذر رئيس منظمة الصحة العالمية أمس من أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور نتيجة فشل الكثير من الدول من كسر سلسلة العدوى. في موضوع آخر، يجتمع اليوم مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ 4 أشهر بالقاعة الكبرى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تطبيقا لإجراءات التباعد بين أعضائه التي فرضتها جائحة كوفيد 19. ويصدق الأعضاء والدائمون الخمس الذين كانت اجتماعاتهم تتم حصريا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، يصادقون اليوم على قرارين، كما يقومون بدراسة عدة ملفات من بينها التقرير السنوي لمجلس الأمن في الجمعية العامة. أخيرا، جندت السلطات الصينية اليوم نحو 100 ألف من أفراد جيشها وعمال الإنقاذ لمجابهة الفيضانات التي اجتاحت وسط البلاد، مخلفة حتى الآن 140 ما بين هالك ومفقود، خاصة في بحيرة يانغ تسي التي لم تشهد مثيلا لهذه الفيضانات منذ 60 عاما. ويسود القلق من فقدان السيطرة على الوضع بعد انكسار عدد الحواجز المائية في الأنهار الرئيسة التي تجتاز مدنا تضم 400 مليون ساكن، وذلك بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة التي تهطل كل موسم صيف بالصين، وكذا ذوبان ثلوج قمم الجبال. نهاية الموجة، شكرا للمتابعة، السلام عليكم. أحييكم مجددا إلى نافذة هذا الصباح الخدماتية، متواصلون حتى 11 صباحا في إطلالة استثنائية تحمل العمل الوقائي التوعوي التحسيسي تجاه المواطنين بمجابهة وباء كورونا مع تزايد عدد حالات الإصابة في الجزائر. وأرحب بالوافد الجديد على برنامج هذا الصباح، السيد أوجان دوادي، منسق مركز حقن الدم بمستشفى بنمسوس. مرحبا بك سيد أوجان، أهلا وسهلا. سيد أوجان، نرى سجلنا أنا نقول نقص ملحوظ يعني في الكميات، كميات هذه المادة الحيوية اللي هي الدم في هذا الظرف الاستثنائي. مخصوص سي فري سوا سوا سي مخصوص بزاف الماده تاع الدم هكا اون فال لو سون مخصوص بزاف عندنا. والناس دوك المواطنين ملي عندنا هذا الكوفيد هذا ولا ما كان ولا ما يجيوش الناس ولا يخافوا بزاف، هما يسمى هذا لو دون دو سون ما عنده حتى علاقه مع الكوفيد، قادرين يجيو اتو مومون على كل وقت نحيو لهم بلا اي مشكل، باسكو رانا مضرورين بزاف لي مرض عندنا. تولي جور عندنا اون موين تاع 80 مرض بار جور 100 في النهار اللي لازم نترانسفيزيوها. مي مالوروزمون الناس كي ولا هذا نقول عليه الوباء هذا، الناس ولات ما تجيش، تخاف. الوغ اللي يجي غير اللي محتم عليه بالسيف، اللي عنده اونيرجونس الدار، هذو اللي بينيفول ولو ما يجوناش كامل. دونك حنا ماذا بينا نوعدهم باش يعودوا يجوا عندنا ان شاء الله، والماتيريال اللي ستيريل ما كان حتى مشكل، لو بيرسونيل اللي كوز اللي ديسپونيبل ا تو مومون، رانا من 8 تاع الصباح حتى ل 5 تاع العشيه تولي جور 7 سور 7. ماذا بينا يجونا الناس
جونا باسكو كيفاش نطمنوا هذا المواطن اللي راهو يشوف فينا ولا المشاهد اللي راهو يشوف فينا؟ هذا المواطن لازم نفهموه باللي هو باسكو خافوا من الوباء، يعني من الوباء فعلا، من الوباء، من الفيروس هذا خافوا منه. وهذا الفيروس ما عنده حتى معلقه احنا معنا مع لو سونتر دو ترانسفيزيون، مع مركز حقن الدم. احنا اللي يجي بور فيو انسان يكون صحيح برك، ما تكونش عنده لا طونسيون، ما يكونش ديابيتيك، ما يكونش ازماتيك، ما يكونش شرب فيه تريتمون. انتم اتخذتم اجراءات وقائيه خاصه بحمايه المتبرعين بالدم على مستوى هذا المركز؟ عندنا ميدسان سور بلاس هو اللي اكزامين لو دونور، كاين دي كيسيون ا بوزي. فهمت الانسان اللي يكون مريض عندنا الميدسان تاعنا هو اللي ياخذو ان شارج. وهي هما لا ماجوريتي الناس هذو يخافوا من لو ماتيريال، يقول لك بالك ني با ستيريل، بالك ني با كذا، بالك كذا. دونك حنايا نوصلوا للناس هذو بلي محسوب قادرين يجوا بلا اي مشكل، ما كان حتى مشكل مع لو دون دو سون هذا. والناس راه مساكن قلت لك يعانيو بزاف. على بالك حنا لي كونسيرو هذو عندنا لا موان تاع 80 مريض، 80 مريض في النهار. على بالك شاك 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 سومان يجونا هذا الانفا شاك جور في لا سومان. في لا سومان عندنا ليكيفالون تاع تنجم تقول واحد 500 بوش بار سومان. هذه في السمانه اللي نحيوها تسمى تو لي جور، نخدموا من الديمونش حتى الجودي كاع لي جور دو ترانسفيزي، هذو كاع نترانسفيزيهم. دونك اوبليجي الناس لازم يجونا فوالا، لازم هذو الناس يتبرعونا بالدم وشوفوا الحل هذا مع الدوله نتاعنا. بالك فلا ربما تخلينا نخرجوا باسكو ميم، ولكن كنخرجوا لازم الفضاءات اللي كنا نعتمد عليهم من قبل، يعني بما فيهم هذو الفضاءات ولا الساحات العموميه. الان كاين فيه تدابير، يعني نقوموا نرفقوها بالتدابير يعني احترازيه. بيان سور بيان سور نحترموها. لكن خرجنا باغ نقول جينا في لكن جينا في بلاصه في باغ في بلاصه في لا بلاصات نخرجوا احنا في الاول كنا نروحوا للموسكيل للجامع، كنا نروحوا للسيتي يونيفرسيتير. درك هذو كامل غلقوا الجوامع، هذوك غلق ما كاش لي سيتي يونيفرسيتير سي فيرمي. دونك ما كاش من نروحوا نجيبوا الدم يعني غير على مستوى المركز. هذاك ما كان سيتو اوبليجي لو دونور لازم يجي لنا لوبيتال، سينو ما كانش وين نروحوا. نحن نحيي يعني في كل المؤسسات الاستشفائيه، كل الاختصاصات الطبيه والصحيه بما فيها ايضا سائقي سيارات الاسعاف الذين اصطلعوا بدور ريادي وبطولي خاصه مع هذا المرض. سائق سيارات الاسعاف مهنه مليئه بالمخاطر والصعاب، يقول سفيان مقنين. الساعة الآن تشير إلى 8:40، وهو موعد اجتماع طاقم مصلحة الإعانة الطبية المستعجلة بمستشفى بن زرجب بوهران. كل فرد هنا مكلف بمهمة محددة، بما في ذلك سائق سيارة الإسعاف. يوسف سيفي شاب يعمل كسائق إسعاف منذ عدة سنوات، وهو المسؤول عن الحفاظ على السيارة ومعداتها. عندي 7 سنين هنا في هذه الامبيولونس، حضرت لها كاع كي جابوها لنا متيهرات مطهلين فيها، خاطش على هذه تخدم المريض والمرضى هذه كيما تجيهمش غادي يغبلوا مساكين. هذا العمل المرهق لا يمنح ليوسف الكثير من اوقات الراحه، فهو في سباق دائم ضد الوقت من اجل انقاذ الارواح. هذه خدمة شابة، خدمة نبيلة، تدي منها الاجر وما طول خالص عليها. تعاون المرضى، دعوة الخير هذه كي تعاون المرضى، زعما شابة بزاف. هذه الخدمة زعما اللي واحد يستحفظ عليها ويعامل المريض كالمريض تاعه. مهنة قيادة سيارات الإسعاف لا تخلو من المخاطر والصعوبات، وتتطلب تركيزا من صاحبها وتفهما من باقي السائقين في الطريق. يجوا خارجين من الباب تاع السبيطار رانا نسوفروا، يبلعوا لك الطريق، يزيدوا يعايروك، يسمعوك الهضره، راك رايح تحوس، راك رايح منا، بصح هو ما على بالش بلي تاك رايح الاريكارديا، راك رايح لاكسيدون، راك رايح شيت واحد طايح، اش باغي تقول له؟ رغم ان سائق سياره الاسعاف غير محسوب على الطاقم الطبي، لكنه مطالب بمساعده الجميع للقيام بمهامهم العلاجيه. هذه المهنه مهنة زعما كنتكلوا عليها بزاف، ما نجموش نحركوا الأمبيلونس بلا شوفير، والشوفير خاص تكون عنده تانيك معلومات على الاستعجالات. مي تكون ان اكسيدون ولا يكون زعما كاين اورجونس خاصه يساهم معنا بور لا بريزون شارج تاع حد البليسي ولا تاع حد المرض. الظرف الوبائي الذي تعيشه مستشفياتنا حذف مصطلح الإجازة أو العطلة من قاموس العاملين في القطاع الصحي،
فكل التحية والشكر لجهود أفراد الجيش الأبيض على اختلاف المهام والرتب. والكل تجند صوفيان من أجل تحقيق الصحة والعافية للمواطنين بما فيهم سائقي سيارات الإسعاف. لا يجب أن نغفل أحدا ممن يشتغل في هذه المنظومة في المنظومة الصحية. لن نغفل كذلك أبناء بلدي المتواجدين خارج الوطن والذين هم طبعا قلبهم كله ود وحب للوطن وفي نفس الوقت يعني مقلقين حتى على الحالة الصحية داخل الوطن. معنا سيد محفوظ زاوي طبيب مختص في الأمراض الصدرية، نستقبلك عبر تطبيق سكايب. دكتور صباح الخير، مرحبا. صباح النور، مرحبا مرحبا لمشاهديكم الكرام. دكتور، أنت طبيب مختص في الأمراض الصدرية، من هذا المنظور من منظور اختصاصك، ماذا يحدث هذا الفيروس للرئتين وللجهاز التنفسي؟ هذا الفيروس العضو الأساسي اللي يقيسه هو الرئتين، يعني طبيعة الحال المرض الأساسي هو ضعف التنفس، يعني لانسيفيزونس ريسبيراتوار أبرين بنوموباتي، يعني ويكون هذا هو السبب الأساسي في كثير من المرضى الخطرين أو الأموات يعني أساسا. درجة التأثير لكن واصل دكتور؟ نعم، تفضل. لكن هذا في بداية المرض. الآن هذا الفيروس يصيب كذلك أعضاء أخرى، وفي بعض الأحيان يصل إلى ضعف كثير من الأعضاء كالقلب وحتى سير لو بلون نورولوجيك يعني وسير لو بلون مسكيلير. لكن جهاز التنفس الرئتين هو العضو الأساسي الذي يصيبه الفيروس ب الانفكسيون اي لانسيفيزونس ريسبيراتوار. دكتور، مش هو اسلوب الان الحمايه؟ نحن حتى اضعك في الصوره، نطل على المشاهدين اليوم في حلقه خاصه لبرنامج هذا الصباح الذي نبثه عبر الاخباريه كفضاء لتوعيه وتحسيس المواطنين بضروره الاحتياط، لان الاحتياط وجب ولزم. ما هو اسلوب الحمايه المطروح اليوم من طرف الاطباء والمختصين في المجال؟ أنا اليوم عندي بعض الرسائل، ولعل أكبر وأكثر رسالة بما أنه نحن في شهر جويليا، أعتبر أن فيروس كورونا هو معركة حياة أو موت، كما كانت معركة ثورة تحريرية يعني بالضبط. هناك عدو واحد وهو الفيروس يعني اليوم، وكل إنسان مطالب عليه أن يستعمل وسائل بسيطة للوقاية منه هو كشخص ووقاية الناس الآخرين. فيروس بكورونا أتى كذلك حتى يعلمنا أنه لا يمكن أن نقي أنفسنا إلا إذا كان حافظنا على وقاية المجتمع وكل الناس الذين يدورون حولنا. فهو بذلك يعلمنا يعني التكافل والأخوة في المجتمع يعني. وهذه الصفة الأساسية التي كانت بين المجاهدين في الثورة التحريرية، يعني على رغم اختلاف ثقافاتهم وربما حتى أفكارهم وربما حتى جهاتهم، لكن يعني لو جيني دو لالجيريان هو أنه استطاع أن يتجاوز كل هذه الأمور الذي مختلف فيها، وحرص على أنه ينقذ الإنسان المواطن الجزائري الوطن الجزائري. فكل إنسان في المجتمع وجب عليه إذن أن يتخذ الجندي الجزائري في الثورة كمثال، وأن يصبح جندي يسأل نفسه ماذا يمكنني أن أقدم، قبل أن يسأل نفسه ماذا يمكن للآخرين أن يقدموا لي. إذا توصلنا إلى هذه النتيجة، هذا الهدف الكبير، سنستطيع أن ننتصر كما انتصر المجاهدون على العدو المستعمر الفرنسي الذي كان يريد أن يقضي على الإنسان الجزائري. والفيروس هو مخلوق من الله سبحانه عز وجل، ولكنه ربي أعطانا كل الإمكانيات حتى نتجنب آثاره السيئة على المرض. الأمور التي يمكن أن يستعملها الإنسان المواطن هي أمور بسيطة جداً، لكن يجب أن تكون حاضرة في ذهنه. وهي دكتور؟ الأمر الأول أنه
لابد أن يحافظ على الآخر كما يحافظ على نفسه. لا يمكنه أن يحافظ على نفسه إن لم يحافظ على الآخر. وهذا الآخر يمكن أن تكون أمه، أبوه، أخوه، يعني جاره، الممرض، الطبيب، المواطن الذي يعني هو في الإسعاف إلى آخره. فلا بد أن تكون هذا الوعي هذا، وهو شيء بسيط يعني. أن يحب الإنسان لنفسه ما يحب لغيره، هذا الأمر الأول. يعني لابد أن تكون عقيدة، تكون أمور يعني في ذهن الإنسان متواجدة يوميا، يعني أنا أحب للناس الحب الخير، وهذا سمو إنساني، يعني ما هوش له علاقة فقط بالدين إلى آخره فقط، ولكن هذا سمو إنساني، الأمر الأول. الأمر الثاني هي أمور بسيطة جدا، النظافة، أن يغسل يديه بالصابون والماء فهذا يكفي، لكن إذا كان عنده لا سوليسيون إيدرو الكوليك فهذا يكون جيد. الأمر الثالث وهو الكمامة، وهذا أمر بسيط، حتى الذي لا يمكنه أن يشتري فأن يمكنه أن يصنع كمامته بنفسه. يعني يعني الإنسان لا يعقد الأمور ويصبح يفلسف الأمور. الآن نحن الآن أمام عدو ومعركة، فلا نفلسف الأمور وأنه غير موجود. طيب أنا أجدها وبعدين نحاسب الإنسان الذي تخلى عن واجبه بعدين. الأمر الأخير وهو بسيط كذلك هو أنه التباعد الجسمي متر ونصف فقط. بهذه الأمور البسيطة يمكننا أن نقضي على الوباء. نعم دكتور محفوظ زاوي، أنت طبيب مختص في الأمراض الصدرية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على المباشر عبر تطبيق سكايب، وشكرا لانضمامك لهذه القافلة، قافلة التوعية والتحسيس. قبل أن أودعك سيد أوجان دوادي، ما هي رسالتك في الأخير لكل المشاهدين؟ رسالتنا احنا إن شاء الله نتمنى المواطنين يتقربوا لعندنا، بس كنا مخصوصين بزاف المادة تاع الدم هذه، باسكو جميع المواطن اللي يجي يدير ان دون دو سون عنده اجر عند ربي، هذه الحاجة الأولى. شكرا. والثانيا لابوش دو سون هذيك نقدروا نحو منها ثلاث مواد، نحو منها الدم لو سون، نحو منها لي بي اف سي، حتى نقضى بها حياة الآخرين. فوالا. شكرا جزيلا سيد أوجان دوادي، منسق مركز حقن الدم مستشفى بني مسوس، من خلالك فتحنا الحديث عن هذه المادة الحيوية الضرورية التي وجب أيضا أن ندرج لما لا في عمل تضامني من أجل أن نتبرع بها لمساعدة الآخرين. من يتبرع بقطرة دم فإنه ينقذ حياة، ننقذ الحياة عندما نوعي المواطن بضرورة عدم الاستخفاف بإجراءات الوقاية والاحتراز من هذا الوباء العالمي الذي تعيشه الجزائر في ظرف راهن واستثنائي. ملكة شويط من خلال طبعا خرجاتنا الميدانية لاحظت استخفافا للمواطنين لهذه الإجراءات. الكل يحمل أقنعة واقية في الشارع، لكن هناك اختلاف في طريقة وضعها، البعض يضعها جانبا والبعض الآخر يضعها في جيبه. وفي وضع القناع الواقي مذاهب عدة. ما الله ما على بالي جات هكذا برك، عندي أبل في تليفون ما درتش فيها. لا اسمحي لي باسكو راني رافدها. لا كي ندخل الحانوت ولا حاجة نديرها. نسيو نلحقوا له المعلومة باللي لازم أوبليغاتوار تلبس لابافات، بصح هو كاين اللي يتقبلها كاين اللي لا. هناك فئة لا تلتزم بالإجراءات الوقائية بالرغم من قناعتها التامة بأن فيروس كورونا حقيقة ويجب الاحتراز منه. يا ماما ماني دايرها، بس علاش راني ماني جايرها ما على بالش. اي باسكو سخانه برك، سخانه اسم الفول الواحد يهبط شويه البافات هكا برك، هذا ما كان. قداش نديرها باسكو نتغم بزاف انا، يلاه غالب عندي ديجا واسمو بروبليم فيني في نمشي بالريسبينال. ديرها بصح مش نهار كامل. ما نقدرش نديرها نهار كامل، يتخنق. مسخانه هكذا ما نكذبش عليك، يعني انسان هذا بنادم كل واحد ونفسه، كان يحمل وكان ما يحملش. كما هناك فئه اخرى انكرت وجود الفيروس. ماكش مأمن بها. انا ماكش مأمن بها. ما تحكمش. انا مانيش مأمن بلي كاين المرض هذا فريمون. راني نشوف لي نيميرو 475 نيميرو هادو ماتوا بصح معرفه ما شفناهم تقاسوا، ما نعرف لا فاميليا لا والو. المرض هذا انا نخرجوا برا نخدموا، الله غالب اختي نضلوا مع بعض ناكلوا مع بعض كلش مع بعض، على وين ندير عليهم؟
أخذ الأمور بجدية لتفادي العدوى أصبح واقع وضرورة نظراً للارتفاع اليومي المحسوس للإصابات. ارتفاع محسوس صدقوني، 400 حالة موجودة والعديد من العائلات تتألم لفقدان لفقدان الأقارب، فأبناء وطني من فضلكم لا تدعوا أنفسكم تشك في هذا المسألة. تعددت الآراء، هناك من يقول بأن لا وجود للمرض، هؤلاء صحيح الأشخاص لا نعرفهم بالأسماء ولكنهم موجودون حقيقة. أرحب بسيد مسعود مياد ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. سيد مياد، اشتقنا إلى هذه البيوت العامرة، إلى مساجد الله سبحانه وتعالى التي يكثر فيها الدعاء والذكر، ودعاؤنا اليوم هو أن ينزل علينا العافية ويبعد عنا الوباء والبلاء والمرض. صحيح. نتأسف عندما نسمع آراء من يشك يقول غير موجود هذا المرض، وهؤلاء الناس لا نعرفهم بأسمائهم، مجرد أرقام لا غير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أمر غريب وعجيب، يعني أنه العالم كله يشتكي من هذا الوباء، العالم كله يحذر من هذا الوباء، الإعلام العالمي كله يتكلم عن هذا الوباء، الناس كلهم يتكلمون عن هذا، الأطباء كلهم يتكلمون عن هذا الوباء، ثم نجد شخص يقول بأنه أنا لم أرى بعيني ولم أعرف شخصا من هؤلاء. نعم، قد يكون صادقا في ذلك لأنه لم يعرف أحدا أصيب، يعني معرفة شخصية، ولكن الناس يستحيل في هذه المسألة أن تتواطأ على الكذب، يستحيل أن يتفق العالم كله على هذه الكذبة أو على هذه الخدعة. نعم، قد لم تعلم بأن جارك أصيب أو قريبك أصيب، ولكن الملايين الآخرين يعلمون، تصدق أنت في هذه، ولكن الآخرون، الأطباء الذين في كل يوم يخرجون ويحذرون، الإعلام الذي يستضيف في كل مرة من يؤكدون هذه المعلومات، الفيسبوك الذي هو مليء بهذه الحالات، حالات مصابين وحالات أطباء وحالات متخصصين يحذرون، كل هؤلاء كيف لعاقل أن يدير في باله باللي هذو كلهم راهم يكذبوا وكلهم متفقين على هذه الخدعة وكلهم غابت عليهم إلا أنت؟ لما غبتش عليك، من تكون أنت؟ يعني إحنا عندنا حاجة بالعقل والمنطق فقط يقول لك يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستحيل، 10 من الناس ما يقدروش يتفقوا على الكذب. فأنا في اعتقادي هذه هي حجة فقط للتبرير، لمحاولة خداع النفس، وإلا ففي قراعة نفسه، في قرارة نفسه أكيد. لماذا لا نتعظ؟ لماذا هذا السلوك؟ للأسف، لماذا للأسف هذا التهاون؟ ربما حتى نكون صرحاء، ربما البعض لأنه بعض الممارسات السابقة ربما التي جعلت الناس يعتقدون بأن الأمر ما زال كما كان، عدم وجود الثقة، الذي ينبغي للناس أن يستوعبوه بأن الأمر تغير، وبأن الذين يخاطبونهم الآن والذين يسيرون الآن والذين يخططون الآن ليسوا أولئك الذين صادقين. كانوا من قبل وهم صادقون في ذلك، وحتى لا فرضا حتى ولو كنت تعتقد بأنه ما فيش ثقة، ولكن يجي واحد يحذرك يقول لك يا فلان رد بالك هي كاينة حفرة، حتى ما تثقش فيه، ولكن من المصلحة لك أنك ترد بالك، إذا ما كاش راك سالك، ولكن إذا كانت راك سالك في نفس الأمر، لأنك راح تأخذ احتياطاتك. فما لازمش عدم ثقتي في شخص، عدم ثقتي في مؤسسة، عدم إيماني بمؤسسة تجعلني لا أستمع لها في كل شيء، حتى بما فيه مصلحة لي، حتى بما فيه منفعة لي، حتى ولو كان ينصحني بحاجة المستفيد الأول منها أنا، بغض النظر ثيق ما ثيقش، تصدق ما تصدقش، الكلام الذي يقال في هذه المسألة المستفيد الأول منه هو أنت يا أيها المواطن، هو أنت يا أختي المواطن، لأن راح تحافظ على نفسك وتحافظ على أولادك وتحافظ على يمك وتحافظ على باباك وتحافظ على خوتك، وهذا هو في الأخير أنت المستفيد. حتى في حالة إذا تقول باللي ما كاش منها، لما تدير هذه الإجراءات ماذا تخسر؟ لما تدير الكمامة وش راح تخسر؟ لما تتجنب الزحام وش راح تخسر؟ لما ما تخرجش من بيت نتاعك إلا للضرورة وش راح تخسر؟ ماكش راح تخسر ولا شيء. الإجراءات الأخيرة اللي تاع الفتح كان السبب الأساسي منها مراعاة حالة الناس، الحالة الاقتصادية للناس، نعم، الوباء. يعني مراعاة الحالة الاقتصادية للناس. طيب الآن الأمور هي مفتوحة، فقط المطلوب منك أنك تأخذ احتياطاتك، تأخذ التزاماتك اللي هو المسؤول الأول عليها هو أنت، لأنه للأسف الشديد البعض راه يعلق الشماعة عن انتشار الوباء على بعض السياسات وبعض الخطط،
اللي ربما البعض يتصورها فاشلة، البعض يتصورها ناقصة، البعض يتصورها غير متكاملة، البعض يتصورها متأخرة. نعم احنا نؤمن بأنه فيه مسؤولية على المؤسسات وفيه مسؤولية على الهيئات، ولكن المسؤولية الأولى هي على الشخص في حد ذاته. أنت الأول المسؤول عن هذا الفيروس لما يصيبك ولا لما يصيب غيرك حتى تكون سبة. لأنه سبحان الله احنا في الشريعة نتاعنا الإنسان لما يبلغ الله عز وجل يحاسبه على كل حاجة. صحيح. وش معناها؟ معناها راك مسؤول على تصرفاتك بغض النظر قالوا لك ولا ما قالوا لك، وعاوك ولا ما عاوكش. حتى من منظور الدين سيد مياد ونتوافق في ذلك بأننا أن الجزائريون جسد واحد. صحيح. فإذا اشتكى عضو تداعى له سائر أعضاء. يعني احنا نتكلم، أنت لا تعرف الأشخاص بأسمائهم ولكن نحن نحس لألمهم. يعني صحيح. من هناك من يبكي. صحيح صحيح. حتى وألم الفراق صعب جدا، حتى وإن كان لا تعرفهم، ولكن عندما ترى الجنازة تدفن ويحضرها اثنين من الأقرباء أو ما يحضرها حتى واحد وتدفن بطريقة ليست بتلك الطريقة التي كنا نتمنى أن تكون، لما تشوف الناس يبكي ولا الناس مصورين حتى وما تعرفهمش ولكن تألم لهم. صحيح. حس لهم ودير في بالك أنك ربما تكون في مكانه. هو اليوم راه يبكي على القريب تاعه لأنه توفى، ولا راه متألم لأنه أصيب بالفيروس، ربما أنت غدوة تكون في. وما أكثر الفيديوهات أخي. صحيح. خرجت بهذا. صحيح. الشيء. صحيح. كان الناس كانوا يقولوا وسجلوها من موجود غير موجود غير يتقاسم. موجود ولكن يتقاسم. حتى ننقص ولا يبكي قال يا جماعة راني كنت غالط، يا جماعة راني كنت مستهزي بهذا الشيء وراني أنا أصيبت، راه أصيب بابا، راه أصيب. على واش نخليو أنفسنا حتى نوصلوا هذا الشيء؟ والرسالة الأخرى سيد مياد حتى لا أطيل سأعد. نعم. إليك في انتظار. تفضل سيد مياد. الرسالة الأخرى أولا نكمل الفكرة أنه كل واحد راه مسؤول الآن أمام الله وراح يتحاسب عليها أمام الله عز وجل، لأن ربي قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. فهذه الأمور راك مخاطب بها أنت يا أيها الإنسان، قادر تهلك نفسك وربي قال لك ولا تلقي بأنفسكم إلى التهلكة، وقال لك ما تقتلش غيرك ورد بالك تكون سبة في أنك تقتل غيرك، ولذا قتلت غيرك وكأنك قتلت كل الناس. احنا عندنا في الفقه عندنا القتل العمد اللي هو معروف مباشرة القتل مع القصد مع النية، وعندنا القتل الخطأ اللي هو المباشرة بعمل قتل إنسان ولكن ما كاش كاين النية. هذا القتل الخطأ يدخل فيه هذا الإنسان اللي يعرف روحه راه مصاب بالفيروس وراح للطبيب والطبيب قال له ريح في الدار ما تخرجش ودير الاحترازات نتاعك، دير الكمامة، ومع ذلك ما دارش الاحتياطات نتاعو، هذا قاتل. والقاتل حنايا في الشرع عندنا يجب عليه الدية. طيب انت اللي راك مصاب والطبيب قال لك ما تخرجش وراك تخرج وتأذي في الناس، دير في بالك راك تقتل في الناس، راك تؤدي بالناس للهلاك، ويوم القيامة ربي يحاسبك يقول لك قتلت فلان انت ما عم بالكش، بصح يقول لك حساب على فلان وفلان وفلان وفلان. وفي الشرع لو كانت تكون على بالك لازم عليك الدية على كل واحد. الحساب على الأفعال والأقوال أيضا سيد. نعم. مياد، لأنه مسألة القول قد يكون أكثر تأثيرا. صحيح. ووقعها. صحيح. يكون أكبر. يعني ممن الذين مثلا يشككون. صحيح. في وجود. صحيح. هذا. صحيح. المرض نقول ونقول نحيي كل الجهود الموجودة في الميدان والتي تنخرط ضمن هذا المخطط الوطني لمجابهة فيروس كوفيد 19. وأذكر بأن الإذاعة الشقيقة الإذاعة الوطنية قبل يوم عدت أيضا هي يوما مفتوحا من خلال القنوات المركزية وحتى القنوات الجهوية، طبعا الإذاعية الجهوية. سنأخذ العينة والأنموذج من ولاية الصطيف. معنا زميلنا فاروق الرايس مقدم برامج بإذاعة الصطيف. فاروق صباح الخير، مرحبا. صباح الخير محمد، صباح الخير لك ولفضيلة الشيخ مسعود ميال، وصباح الخير إلى كل المشاهدين مشاهدي التلفزيون الجزائري. نحييكم على كل الجهود اللي راكم قائمين بها بهدف تحسيس التوعية التعبئة وأيضا بهدف الانتصار إن شاء الله على هذا الوباء. إن شاء محمد الله. أحدثك من ولاية من بؤر الوباء للأسف الشديد، ولاية الصطيف التي سجلت أعداد قياسية وكبيرة في الأيام الأخيرة. هل قطفنا ثمار فاروق؟ فاروق هل تسمعني؟ فاروق تسمعني جيدا؟ أسألك هل الآن قطفنا ثمار هذه التوعية والتحسيس ولو مبدئيا؟ الآن لا يجب أن نصرح استباقيا، منذ يوم منذ أسبوع من مباشرة هذه الإجراءات كما أكدها السيد مدير الصحة لولاية الصطيف.
وهو كذلك الحمد لله حملات التحسيس التوعية من جهة، وأيضا الإجراءات التي أقرتها الدولة وأقرتها السلطات المحلية من جهة ثانية. أنت تعلم محمد أن ولاية الطيف هي في الأيام الأخيرة وبالتحديد منذ حوالي أسبوع فيها حجر جزئي من الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا. كنا نسجل الأسبوع الفائت ما يزيد عن 70 حالة بشكل يومي، لكن خلال 24 ساعة خلال اليومين الماضيين الحمد لله عدد الإصابات قل بشكل كبير جدا، أين سجلنا البارحة 20 حالة فقط في حين قبل البارحة كانت 22 حالة. إذن حالات تنقص نوعا ما بشكل جيد، حتى الأخبار تصلنا من مستشفيات الصيف أيضا أخبار صارة وجميلة من خلال عمليات التكفل من بقعة إلى عين ونان إلى عين زاد إلى مستشفى العلم الذي كان يشهد انتظار كبير جدا، مقارنة أيضا بالمستشفى الجامعي بعد نعب النور وسط مدينة الصيف. فاروق، تعودت أن توجه رسائلك الإعلامية كما نوجهها نحن وكل الزملاء في رسالة الإعلام والاتصال عبر أثير الإذاعة، ولكن اليوم ستوجهها عبر التلفزيون عبر أثير وترددات المؤسسة العمومية للتلفزيون، فما هي الرسالة التي ستختصر المسافات من صيف لأبناء الوطن ككل يعني وفي نفس الوقت للمواطنين بولاية صيف؟ وهو كذلك محمد الإذاعة الجزائرية تحدث على الأقل عن إذاعة الصيف خصصت كل برامجها كل محطاتها كل فقراتها وأركانها للحديث عن عمليات التحسيس والتوعية والتجديد وأيضا تعبئة الجماهير من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. كل برامجنا 100% مكيفة مع هذه الجائحة مع هذا الوباء، نستضيف الخبراء الأساتذة الأطباء حملات التحسيس التوعية السادة الأئمة وغيرهم من كل من له علاقة بهذا الموضوع. تحدثنا أيضا محمد البارحة عن مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني وهو تكتل فعاليات المجتمع المدني بصورة تضامنية. فاروق شكرا جزيلا لك، اسمح لي أقاطعك الآن نحن مرتبطون بوقت، تبقى من عمر برنامج هذا الصباح نص ساعة وتبقى فقرات وأركان أخرى، نتمنى أن نستضيفك في أجواء تكون أكثر بهاء وجمالا لنحتفل مع بعض بالقضاء على تفشيه في الجزائر. سيد مياد رسالتك في الأخير أيضا. والله نقول لكل أخ ولكل أخت لكل مواطن ولكل مواطنة، اتق الله عز وجل في نفسك، واتق الله عز وجل في الأسرة نتاعك، واتق الله عز وجل في المجتمع نتاعك، واتق الله عز وجل في وطنك وفي بلدك، لأنه إذا راح البلد ما عندناش بلد آخر، وإذا راحت الأسرة نتاعك ما عندكش أسرة أخرى، وإذا راحت النفس نتاعك راح كل شيء. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا ونحافظ على أنفسنا وأنفس غيرنا إلى أن يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء. آمين يا رب. شكرا جزيلا سيد مسعود مياد، أنت إطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، شرفتنا بحضورك في برنامج هذا الصباح الذي فتحناه ودشناه حدود الساعة 8 صباحا بلون الخدمة العمومية التي نقدمها وبلون أيضا وصبغة التوعية والتحسيس. وعينا هو الذي يحمينا من مرض قاتل وفتاك أصبح يهدد حياتنا وحياة من نحب، ومن أجل أن نعيش حياة أفضل وسعيدة لنا ولمن نحب يجب أن نتقيد بأبجدية الوقاية الصحية. أذكر بها: ارتداء الأقنعة الواقية، مسافة الأمان، التباعد الجسدي. صناعة الأقنعة الواقية ركيزة أساسية قامت بها العديد من المؤسسات وقام بها أيضا حتى الأشخاص من أجل المساعدة ومن أجل أيضا سد ثغرة الاحتياج لهذه الوسائل، وسائل الحماية في هذا الظرف الراهن. الروبورتاج التالي ينقل ما ذكرت. هنا بالورشة التضامنية لخلية أبناء الجزائر الوسطى تتم خياطة الأقنعة الواقية بروح تطوعية معطاءة مساهمة منهم في الهبة الوطنية لمحاربة فيروس كورونا. ننصح الخياطات يقتنوا هذا القماش بوليبان باسكو قماش يعني ما يدخلش الهواء، سورتو يديروه على زوج باسكو لي ميكروب ما يدخلوناش. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التعقيم، نعقم الكمامات على درجة ما تقارب 170 درجة حوالي 10 دقائق بعد وضعها في أكياس باش تكون عملية توزيع آمنة. وجهتهم اليوم كانت بلدية الكاليتوس أين تم توزيع 6000 قناع واقي. نرانا لاحقين 100000 كمامة وبإذن الله راح نوجدوا قافلة تروح البسكرة وتروح للصيف. وإذا ضرورة ارتدائها تتباين الآراء. والله كنت دايرها وخليتها في الدار نسيتها والله غنسيتها من اللي بدات هذا الاخر وانا دايرها. لا مين بديو في لي بافات هذوما صافي يعني مشاركه ما شاء الله. علاش ما نلبس بافات باسكو مازال ما شفت انا واحد قاس قدامي باسكو كاين ناس ما مش امنين بلي كاين هذا الكورونا فيروس
رانا هنا باش نورو لهم باللي اللي قيديروا البافات بندون 4 سوايع ويبدلوها. بينما يفرض علينا الوضع الراهن مزيدا من الحيطة والحذر، تبقى مثل هذه المبادرات تساهم لا محالة في الحد من تفشي الوباء. نحيي من يصنع الأقنعة الواقية ومن يتكفل كذلك بحملها إلى كل المواطنين وبتوزيعها. نذكر في هذا المقام جمعيات المجتمع المدني، جمعيات ذات المنفعة العامة. أستقبل ماجدة لتطلعنا على مستجدات أخبار الصحف الوطنية والدولية. صباح الخير، مرحبا. صباحك سعيد محمد. مرحبا لك. مشاهدينا أسعدتم صباحا، أهلا بكم إلى عدد جديد من قراءة للصحف. إليكم أبرز عن العناوين الصادرة اليوم. نستهل جولتنا في عالم الصحف من جريدة ديكا نيوز الناطقة باللغة الفرنسية، والتي كتبت على صدر صفحتها الأولى مقالا بعنوان الإنعاش الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء، حيث أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باتخاذ تدابير فورية في 4 قطاعات حيوية في إطار الإجراءات المستعجلة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث أقر مجلس الوزراء أول أمس إجراءات هامة ضمن مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بعضها على المديين القصير والمتوسط وأخرى تطبق فورا بهدف بناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنوع موارد التنمية واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية. المزيد من التفاصيل في الصفحة الثالثة. إلى الصفحة الرابعة من جريدة الشروق التي كتبت مقالا بعنوان جراد يؤكد على دعم الدولة للمستثمرين في الصناعات التحويلية، حيث أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس خلال زيارة عمل أجراها إلى ولاية سيدي بالعباس، أكد على دعم الدولة الكامل للمستثمرين في الصناعات التحويلية بالنظر إلى أهميتها وإمكانيتها في المساهمة في تقليص التبعية للمحروقات. الوزير الأول دعا المستثمرين الجزائريين إلى شراء المصانع الأوروبية المتوقفة. جريدة المسار العربي اهتمت بقطاع التربية وكتبت ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الإجراءات الوقائية، حيث دعت وزارة التربية الوطنية بخصوص الدخول المدرسي 2020-2021 دعت كل المتدخلين المعنيين إلى توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح وانطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر القادم في ظل الاحترام الصارم والدائم للإجراءات الوقائية والصحية. المزيد من التفاصيل في الصفحة الثالثة. إلى جريدة الشباب التي اهتمت بفئة الشباب كعادتها وكتبت دخول حيز الخدمة حاضنة جديدة للتكنولوجيات، حيث دخلت حاضنة جديدة للتكنولوجيات بجامعة محمد بوقرة ببومرداس حيز الخدمة بداية هذا الأسبوع بعدما تم تدشينها رسميا من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان. وأضاف المقال أنه سيتم إجراء مسابقة وطنية لاحتضان المشاريع البحثية والعلمية في شتى الميادين التكنولوجية التي تفوز بالمسابقة. المزيد من التفاصيل في الصفحة الرابعة. نبقى في عالم العلوم والمعرفة، حيث نقرأ مقالا آخر من نفس الجريدة إطلاق قناة عبد الحميد بن باديس على الإنترنت، حيث أطلقت جامعة مستغانم قناة عبد الحميد بن باديس التعليمية على شبكة الإنترنت. وأوضحت إدارة الجامعة أن هذه القناة المعرفية المتاحة عبر الويب ستكون منبرا علميا ودعامة تعليمية يتم من خلالها بث الدروس والمحاضرات الخاصة بمختلف أطوار التكوين الجامعي، وذلك في إطار تحديث أساليب التعليم العالي بما في ذلك التعليم عن بعد. جريدة المحور جاء فيها ولاية سطيف تطلق أكبر سرح طبي للكشف عن كورونا، حيث أطلقت 24 جمعية تابعة لملتقى المجتمع المدني بالتنسيق مع ولاية سطيف مشروع أكبر سرح طبي للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19، يضم نحو 1500 كرسي للكشف. ولإطلاق هذه المبادرة أعلنت الجمعيات عن شروعها في استقبال ملفات المتطوعين في السلك الطبي كخطوة أخيرة قبل الشروع في تجسيد المشروع على أرض الواقع.
أختم بآخر خبر يهم الشباب الجزائري، هو عنوان من جريدة أخبار اليوم، حيث كتبت: أزمة كورونا توقظ مواهب شباب جزائريين. حيث ولدت أزمة كورونا الهمة لدى الشباب الجزائري المتخرج في مختلف التخصصات من الجامعة الجزائرية، شباب أبدعوا بابتكارات متنوعة في مجال التعقيم وأجهزة المساعدة على التنفس، ناهيك عن آلات لخياطة الأقنعة الواقية في ظرف قياسي، وهي كلها جهود تبذل من أجل مكافحة الفيروس القاتل ومجابهة هذه الأزمة الصحية الصعبة التي تواجهها الجزائر على غرار باقي دول العالم. لابد أن ننوه على هذا الخبر، ولا يمكن أن نمر هكذا على إبداعات وجهود شبابنا الجزائري ومنجزات بها نعتز ونفخر. شكرا جزيلا لك يا ماجدة. ستتركين طبعا المجال لزميل عبد العزيز من القسم الرياضي للانضمام إلينا عبر نافذة الصباح الرياضي. قبله أنا سأقطع الأشواط إلى مدينة الورود البليدة، سأحمل الوردة والورود إلى الراسم بالكلمات سليمان جوادي الشاعر. مرحبا بك سيد جوادي، و سعداء باستضافتك عبر برنامج هذا الصباح، ولو كان عبر سماع صوتك. مرحبا بكم، أنا أسعد بهذه الدعوة الكريمة، حتى ولو أنها في زمن لا نحسد عليه ولا يحسد عليه عالمنا. نتمنى أن يكون القادم أفضل بحول الله. بحول الله. سيد جوادي، أنت مبدع، الراسم بالكلمات، أنت ترسم بالكلمات، قدمت روائع وإبداعات من حضن حتى ما تعيشه من واقع. أنت مقيم بولاية البليدة، كنت كتبت عن البليدة وما عانته في وقت مضى عندما فرض عليها الحجر الكلي في البداية، والآن تخرج بمولود أيضا شعري جميل، قصيدة عن الجيش الأبيض. طبعا هذا الجيش الذي لم نعرف أهميته إلا الآن، جيش كان دائما في الواجهة، ولكن من حيث انتقاده وصب جامي غضبنا عليه، لكن في هذه الأزمة أثبت السلك الطبي جميعه، من الحارس إلى البروفيسور إلى الإداريين، بطبع هناك استثناءات لا يقاس عليها، ولكن أثبت السلك الطبي في الجزائر عن جدارته. هل ممكن أن نسمع سيد جوادي هذه بعض الكلمات من هذه القصيدة؟ لا، اسمعها كاملة. اسمعها كاملة، سنسمعها كاملة إذا كان لم تكن طويلة جدا. تفضل. ليست طويلة، ليست. تفضل. إليك. إذن جيشنا الأبيض، مت شهيدا أو مريضا أو صريعا، أنت من قد يجعل الدنيا ربيعا، أنت إن أسعفت من مرضاك فردا فكأني بك أحييت الجميع، أيها المنصت للأنات حرا فيلبيها ويأتيها سريعا، وجهك السمح سيبقى فعل خير ودواء من أياديك نجيعا، تزرع البسمة فينا وتداوي وتواسي الشيخ منا والرضيعا، يا ملاكا يلبس الأبيض حتى لا نرى في وجهه النصف الوجيعا، يا ملاكا يلبس الأبيض حتى لا نرى من وجهه النصف الوجيعا، فلكم حاربت داء فتمادى فأراك السم والموت المريعا، أيها الإنسان عطفا وحنانا وصفاء ورقيا وخضوعا، أيها الباذل من غير رياء سوف تبقى. سيد سليمان جوادي، سيد سليمان جوادي، عذرا أقاطعك، عذرا، نحن مرتبطون بالوقت تعلم، ونتمنى أن نستقبلك ونستضيفك في مناسبات أخرى. السيد سليمان جوادي الشاعر عن قصيدة الجيش الأبيض، محطة عرفان ورسالة تقدير لما يقوم به الأطباء والأطقم الطبية من أجل مجابهة هذا الوباء.